طيب النهارده عندنا شابتر لذيذ. هو ممكن اسال سؤال؟ لو تخيلت نفسك حد بيقول لك تعالى نحضر محاضره تتكلم عن حاجه في الكاونتر المحاسبه، طبيعي تقول له فيها ايه؟ قال لك هنتكلم عن الكاش، روح معاه كاش. كاش في كلام؟ انا هنقول ايه في الكاش؟ في كلام في الكاش؟ الرسالة مول؟ فيها كلام. لكن انا ممكن اروح اقعد مع حد اقول له تعالى قول لي الكاش ايه؟ هو الكاش في حاجه؟ الكاش هو الكاش مش كده ولا ايه؟ وباطنيه الباطنيه اللي فيه ايه؟ قول لي رايك. انا بسال سؤال مش خدع، بسالك عادي. كاش اروح اتكلم في الكاش، في حاجه تتقال في الكاش؟ اكيد الكلام لو شطر كاش عند الرسول اكيد هبقى جاي عشان الكلام عنده الرسول، صح؟ لان الكاش هتقول فيه ايه؟ قد ايه؟ مفيش حاجه. مفيش حاجه صح؟ لا بس ما احنا لسه ما بقول هيتعدى بالكاش. لا مثلا نفس اللفظ الكاش. يعني لما هنقرا لما نيجي نتكلم عن الكاش هنقول ايه؟ المفروض نجري كده ونمشي وناخد ضعف الرسول، مش كده ولا ايه؟ على سبيل الكاش، ايه اللي يتقال في الكاش؟ في حاجه تتقال في الكاش؟ نرجع الفلوس النقديه المتاحه في الشركه؟ سواء في الخزنه او في البنك؟ في حاجه غير كده؟ لا. في النهارده نكتشف ان احنا النهارده هنتعرف على شكل الكاش وايه الحاجات اللي بنسميها كاش وايه الحاجات اللي في حكم الكاش، ها؟ وفي الحاجات اللي قد يظن بعضنا انها كاش ونتعلم النهارده انها مش كاش، وحاجات قد يظن بعضنا انها مش كاش ونفاجئ النهارده ان هي في حكم الكاش. كلام حلو. كلام ايه؟ جميل. فالمحاضره انترستنج قوي النهارده. يعني ايه؟ لذيذه كده. يا حلو لازم نعرف ايه هو الكاش ده. حلو الكلام؟ طيب. الكاش والريسيفبل موضوعين. هنبدا كاش النهارده ونقول وات از كاش؟ ايه هو كاش؟ يعني ايه كاش؟ انا السؤال الثاني اللي هنجاوب عليه النهارده الريبورتنج كاش. لما اجي في الريبورتات احط الكاش، ايه الكاش اللي بيتحط في الريبورت؟ وريبورت يعني ايه؟ فاينانشال ستيت، مش اي خبير. الفاينانشال ستيت اللي هو في البالانس شيت، الكاش في البالانس شيت، صح الكلام؟ في القوائم الماليه بتاعتي الكاش بنشوفه في البالانس شيت وبنشوفه في الكاش فلو كمان. لما نبقى ناخد كاش فلو ان شاء الله في الاي فورست. فهو جوه الريبورتنج مقصود بيه لما انا اعرض الكاش في الميزانيه تعرض ازاي؟ تقول لي في حاجه ايه؟ عندك مليون حط مليون، اقول لك لا ده لسه الموضوع فيه ايه؟ كعب حرفنه كده، في حته كده ايه؟ فيها سنه حرفنه لازم نكون عاملينها، دي مهمه جدا. وبعد كده هنعمل سمري اوف كاش ريليتد ايتمز والحاجات اللي ليها علاقه بالكاش. حلو كده. الريسيفبل هنتكلم عن الريكوجنيشن، يعني ايه ريكوجنيشن؟ تسجيل اوفر اكونتس ريسيفبل حسابات العملاء، فالويشن اوف اكونتس ريسيفبل تقييم حسابات العملاء، ريكوجنيشن اوف نوتس ريسيفبل اوراق الارض، فالويشن اوف نوتس ريسيفبل تقييم اوراق الارض، ديسبوزيشن اوف اكونتس اند نوتس ريسيفبل وازاي نتخلص او نقفل حسابات العملاء واوراق الارض ريسيفبل ونوتس ريسيفبل، والبرزنتيشن العرض بتاعها والاناليسيس. ده الموضوع بتاع الشابتر بتاعنا. وات از كاش؟ قال لي كاش، تعريف الكاش. وات از كاش؟ ايه هو كاش؟ لو حد سالنا وات از كاش؟ هنرد نقول له ايه؟ موست ليكويد اسيت، اكثر اصل سائل. هو الحقيقه هو المتر اساسا اللي بنقيس بيه، ده احنا اي حاجه بنقيس سيولتها انها هتتحول لدبابه مادة الخام بتاع السيوله، صح الكلام؟ فبما ان هو مادة الخام فالتعريف صحيح. موست ليكويد اكتر حاجه سائله خلاص، وباي حاجه ثانيه بقى بنقيسها عليه تمام. ستاندرد ميديم اوف اكستشينج. اكستشينج يعني ايه؟ تبادل. هو الستاندرد بتاع التبادل. عايز دي بديها لك بتديني فلوس، عايز القهوه دي بديها لك بتديني فلوس، عايز الريموت ده بديهولك. اذا التبادل اللي كان بيتم بالمعايده زمان يبقى مش هدفع؟
لا بقول له خد القهوه عادي ببلاش ما تحرمش منه برضه هيبقى فلوس بس بزيرو فن. في النهايه لما بنيجي كل التعاملات زمان كانت بتتعمل بالمقايضه والاكستشينج التبادل هات دولار وخد بيض وخد قمح واديني رز والكلام ده اصبح القصه مش كده لان في المقايضه كان فيها مشكله زمان لازم تلاقي واحد عايز ياخد اللي معاك ويكون عايز يتنازل عن اللي انت عايزه فجات الفلوس في النص تحل الازمه دي الكاش بيخدم ايه؟ فاصبح هو الوسيط الستاندرد الرسمي المعياري لاي ايه؟ اكستشينج انت عمرك مخزون قد ايه تقريبا وما تقولش رقم دينا يعني اعتبر نفسك مثلا سؤال دينا اي رقم كانه جاء يعني قول لي مليون اي رقم يعني عندك مخزون قد ايه الشركه؟ قول 700 مليون مليون جنيه مليون جنيه؟ ولا مليون هيبقى مضاد حيوي؟ لا مش جنيه مش مليون جنيه هو المخزون مش ده ادويه؟ لسه ما تحولش ادويه ما تحولش مش هو ادويه؟ لسه ما تحولش ايه اللي يخليني اقول عندي في شركه زي بيتك اقول المخزون مليون جنيه وما اقولش 1000 في حين ان الاجابه الصحيحه عندك مخزون ايه تقول لي 1000 لان تم اختيار وحده النقد لتعبر عن كل اللي بنود القائمه الماليه فال 1000 تحطهم ويقع عليهم فلوس والمليون ولا ال 2000 ده السهم هنحطهم معاهم عشان نوحد اللغه في الكلام ونوحد القياس فاعتبرنا هو ده المتر اللي بيقيس عليه فالغسالات تبقى فلوس قد ايه؟ الثلاجات فلوس قد ايه؟ المتجازات فلوس قد ايه؟ التكييفات فلوس قد ايه؟ ودولته طب ازاي انا عندي مثلا اسهم في البورصه حلو مش بتحطها في الميزانيه فلوس؟ لا انا قصدي ان هي ازاي بتتغير سعرها كل شويه ازاي احطها قيمه؟ سعر السوق صحيح انت حطيتها ازاي لما اشتريتها؟ اشتريت اسهم حطها ايه؟ انفستمنت اصلا دي بيت انفستمنت اصول فهمت انه يطلع وينزل لما يطلع انا هنعليه هنتعلم بعدين ازاي نعليه ينزل هننزله هنتعلم ازاي بعد كده ننزله بس في اللي انت حطيته ايه؟ 10 اسهم ولا مليون طيبا اللعبه هنا ان تم اختيار الكشك ان هو يكون الوسيط في التعامل مش كده بس لا ده كمان هو وحده القياس اللي لما بنيجي نعمل اي باب تاني بنعمله بما يعادله. واخدين بالنا من الفكره دي؟ عشان كده قال لك بيزيس اساس اوف ميجرمنت اوف قياس اند اكونتنج ومحاسبه فور اول ايتمز لكل البنود. زي العمله. حط ميه حضرتك. زي ليه؟ العمله. يعني ايه العمله؟ لما اجي احول دولار لمصر ولا شغال اعملها 100 وعامل كذا. ما هو انت كده خلي بالك انت بتحول من العمله لعمله لكن الاثنين كاش. اه. فهم الاثنين واحد مش حاجتين. بس 100 وعامل مصر. ده تحويل فرق ريت من عمله لعمله ماشي بس هما الفرق بس البسيط انك لما تحول الثلاجه لكاش شيء دي بقى انك تحول دولار ليورو ولا يورو لمصري دي كلهم دول حاجه واحده ماشي كرنت اسيت الكاش طول عمره احنا اتفقنا وتعلمنا عليه كرنت اللي هو هيتحول لكاش اذا كان ده اذا كان اللي هو المزور اذا هو الميس بي فما بالك بالكاش نفسه عشان كده بيقول عليه ان هو كرنت اسيتس حلو الكلام امثله الكاش قال لك الكوين يعني كوين؟ فضيه كرنسي عمله افيلابل فاند اون ديبوزيت ات ذا بنك اي حاجه عندي في البنك ماني اوردر حلو سيرتيفايد شيكس مش كانت موجوده الدفع كاشير شيكس بيرسونال شيكس بنك درافت حساب بنك اند سيفنج اكونت ايه الكلام ده كله؟ ناخد واحده واحده اسمك ايه قلت لي؟ مش احمد ده اللي بيمشي مع بنات كتير؟ هو مش احنا لما عندنا كاش وكاش اكوفلنت واتفقنا المره اللي فاتت قلنا مش قلنا كده باين؟ ان خطيبته قبل الجواز بشويه رفعته اه ماشي يا محمد؟ تمام كاش ايكوفلنت ايه هو كاش ايكوفلنت قلنا المره اللي فاتت ولا قلنا الفكره ولا هنقولها الفكره ايه اللي في حكم ايه اتفقنا اللي في حكم مراته خطيبته قبل الجواز بشويه ولا اللي كانت بتاعها ولسه ما عملش الفرع في حكم مراته صرف النظر ان هو بيعتبر كل
اللي بيعرفوا مصطلح النقد الموضوع تاني مش هيطلع 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 مش ماشي ايه الكاش ايكويفالنت ده بقى؟ ايه اللي في حكم الفلوس؟ وفي حاجه اسمها في حكم الفلوس محرم. قال لك الشورت تيرم معلش هاي ليكويد انفستمنت يعني استثمار قصير الاجل بس هاي ليكويد سهل قوي مالي فاكك يعني ايه فاكك؟ ما هو قصير الاجل يعني سنه. قال لك اللي هو بقى مش جوه السنه سنه ده اللي هو اعلى سيوله جوه السنه يبقى اكيد اللي ايه؟ في اليوم مثلا مثلا يوم اثنين. فقال لك ذات ار بوز ريدي جاهز ان هو كونفرتد تو او كونفرتد تو كاش جاهز انه يتحول لكاش. زي مثلا مثلا مجازا كده الراجل معاه فلوس وبيعتبر الاسورتين اللي فيه مراته وشات الذهب في حكم الفلوس. يبقى جاهزين يتربوا كاش في ثانيه صح الكلام؟ بس انا مش بتكلم عن الذهب في الحلقه ده بقول يعني ايه حاجه جاهزه انها تبقى كاش. قال لك سو نير زير ماتيوريتي قريب قوي الماتيوريتي بتاعتهم. يعني ايه ماتيوريتي؟ تاريخ الاستحاله هيبقوا كاش امتى؟ قال لك الكاش ده يبقى قريب قوي. احنا بنتكلم مني على حاجه واحده استثمارات قصيره الاجل بس قريب قوي اجلها. زاد زي بريزنت ان سيجنيفيكانت ريسك وخطرها قليل قوي اوف تشينج ان انترست ريت ومش هيتغير حسابها كتير. زي ايه؟ قال لك عندنا حاجه اسمها التريجري بيل اصول الخزانه كوميرشال بيبر اوراق تجاريه زي صلاه الامانه والكلام ده كله. قال لك اند ماني ماركت فاند واي حاجه تخص الامور بالفلوس. يعني من الاخر يعني الاستثمارات قصيره الامد هنسيبها لحد فين؟ احنا قلنا هي قصير يعني سنه. احنا بقى مش بنقول قصير لا ده احنا بنقول اقصر القصير. هي دي الحاجات اللي بتقعد 90 يوم. حلو؟ حاجات بتقعد ايه؟ يبقى الانفستمنت في الكاش ايكوفلنت هو الاستثمارات اللي هتتحول لكاش خلال 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 يعني بعد 10 سنين عندك شاري اسهم والاسهم دي ولا سندات ولا اي حاجه ورق ماليه وبعد شهر هتخلص ويجي لك فلوس. كاش ايكوفلنت واحنا بنعرض الميزانيه بقى واحنا بناخد الكاش هناخد الكاش اللي عندنا في البنك شكل الاستثمارات دول اسمهم استثمارات مش هنعملهم في الميزانيه استثمارات هنحطهم مع الكاش. ليه؟ لان الاستثمار قصير الاجل هاي ليكويد خلال ماكسيموم ينزل مع الكاش. كلام حلو معلومه حلوه جديده ان انا لو عندي اوراق ماليه الماتيوريتي ديت او الديو ديت بتاعها هتتحول لكاش خلال 3 شهور ماكسيموم احطها عندي وقتين شاري سند هنا بوند هنا وبوند هنا وسند هنا. سنة ده يخلص في شهر فبراير يعني بعد شهرين وسنة ده يخلص في شهر مايو يعني بعد 5 شهور. اللي بعد شهرين ده في الميزانية بتاعتي تتعلم مع الكاش وبتاع مايو ده يروح مع الانفستمنت. تعلم معاك حاجة حلوة كاش كلام حلو اهو اهو كلام الكاش ايه؟ كلام حلو اهو ومهم. قال لك the following items are classified as cash and will be included as cash on the balance sheet. بص يا عم دي الحاجات اللي احنا بنقول عليها كاش وبتظهر في الكاش في الميزانية. كاش اللي في الميزانيه ده ايه اللي بيجي فيه؟ عندنا حسابات كتير حسابات نمو حسابات كاش حسابات انفستمنت برضه زي كده اللي بيجي برضه ممكن يتحط مع الكاش. فطلع عندي حاجات كتير قوي 1 2 3 4 5 6 7 حاجات لازم ناخدهم كده نحطهم فين؟ في الكاش. ايه السبع حاجات؟ ناخدهم واحده واحده. قال لك الكاش اوف اني كرنسي الكاش اللي بيه صغيرة الكاش اوف اني كرنسي خلاص ماشي. سيفنج اكونت حساب التوفير تشيكينج اكونت حساب الشيكات او حساب الجاي ماني ماركت فاند اللي هو انفستمنت ان شورت تيرم اللي هي اسمارت سيفت لايف ان ديبوزيت تشيكس الشيكات اللي لسه ما عملناش ايه ديبوزيت تشيك ريتن بت نوت ميد ات يير اند باي ذا كمباني كتبنا شيكات عندنا ما اديناهاش للمستفيد بتاعنا فتعتبر لسه كاش عندنا ما خدهاش ما استلمهاش. حلو الكلام؟ كتبنا الشيك اخر السنه بس لسه عندنا الراجل ما جاش خده نطلعه نعتبره ان الشيك طلع والفلوس خرجت؟ لا طالما الشيك لسه عندي
يبقى كاش لسه عندي. طب ما انا معنى ان انا كتبت شيك طلع الحساب. ما هو دي الغلط. ليه بقى؟ لان الشيك ما يفرقش من حسابك غير لما الراجل يصرفه. انت عندك اشكال النهارده يا استاذ محمد، انت كلنا نعرف ان انت بس ما شاء الله راجل معاك 30 مليون في البنك. فانت كتبت لي شيك جدعانه بمليون جنيه. بس انا لحد النهارده ما صرفتوش. انت عندك كام كاش النهارده؟ لو بسالك عندك كام كاش النهارده؟ 30 زوز. طب لو الشيك ده ما تتريحش قوي بس ما جاش ياخده، ما جاش ياخده صح؟ يبقى اذا انت ما زلت ملتزم لهذا الرجل بالقيمه دي. حط على الكرسي نفسه احسن عشان 10 دولار كمان بالذات. بس الراجل اللي انت هتديله فلوس ده مش هو في لايبيلتي عليك في التزام عليك انت فاهم؟ صح. انت عملت ايه؟ طلعت شيك بينك وبين نفسك رحت قافل الالتزام مع البنك اصبح في الدفاتر للراجل دي عندك حاجه واعتبرت ان الفلوس خرجت في حين الفلوس ما خرجتش. خروجها ما يحصلش الا اذا الراجل جه خد الشيك او ساعتها في الحساب. عشان كده احنا بنتجاهل كتير قوي قيد اوراق الدفع. بنتجاهل لان الشيك اللي انا كتبته ده اوراق دفع. اخد حسابه مع اوراق الدفع فيبان ان عليا اوراق دفع. لما بقى الشيك يتحصل في البنك يعني الراجل جه استلم الفلوس. خد الفلوس يبقى قيد يبقى ايه؟ ديبت ها؟ نوتس نوتس ريسيفبل بيبل دفع كريدت كريدت بانك. طب ينفع اقول بيبل ديبت بعد اللي خدناه من حضرتك اللي فاتوا؟ ولا اللايبريتي تراه كريدت؟ يبقى ديبت ها؟ حساب اللايبريتي حساب المورد كريدت ايه؟ نوتس بيبل مش كريدت كاش. يبقى ده مش كاش. لما بقى يروح هو يحطه للتحصيل في البنك والبنك يحصله بعد 20 يوم ولا مش بعد 20 يوم ساعتها هو قافل النوتس بيبل في الكاش ده هو حصل الفلوس. الناس بتنسى الخطوه بتاعت النوتس بيبل دي. وعايز تعرف شركه شغاله كويس ولا لا في قصه البنوك والكلام ده كله؟ ان اللي خارج داخل في نوتس بيبل واللي داخل شيكات جاي نوتس ريسيفبل. لاني محتاج في وقت من الاوقات بصه صغيره كده على الحساب اعرف انا معايا شيكات قد ايه هحسب ايه؟ لكن انا هعتبرها كاش من اول يوم. انا معتبر ده كله كاش. معتبر ده كله كاش في حين ان تلته شهر شيكات لسه ما تحصلوش ويا عم تحصلوا ويا عم لما تحصلوا كلهم هيجوا ولا هيجي حته منهم. يبقى انا بقتل الناس اللي عندي قد كده لكن الحقيقه كاش كاش ما ينفعش. انت بقى حط بقى اكونتس ها؟ نوتس ريسيفبل ها؟ ولما الفلوس تنزل بقى اشوفها في حساب البنك اقوم قافل النوتس ريسيفبل في الكاش بقى ايه؟ بقى كاش ليكويد بقى في جامد. صح؟ مش معنى اني خدت شيك اني اقفل حساب الكاش. لا اقفل للراجل حسابه اوكي اني خدت اداه سداد. اقفل للراجل حسابه اوكي بس اقفله مع الكاش. اقفله مع الكاش يا عم. الكاش طبعا في الحاله دي اللي هو البنك. اللي انت بتحطه على البنك. ما هو البنك ده كاش. ماشي؟ انت محط على البنك يعني على الكاش. لا ما تحطوش على البنك. حط على اوراق القرض. يوم ما البنك يقول انا حصلت لك الشيك ده هو قافل اوراق القرض في الايه؟ وهنشوف الاسود وهنشوف تبقى شيك. حلو الكلام؟ كل الكلام احنا بنتكلم في ايه؟ في الكاش. حلو كده اللي ما فيهوش كلام. قال لك ديبوزيتس هيلد اس كومبنسيتنج بالانس. ممكن يكون في ديبوزيت عندي حاطط عندي مبلغ ضمان لاي حاجه كتعويض لاي حاجه تحصل في المستقبل. في واحد يجي يحط عندك 100,000 يقول لك دول ضمان ولا يديك حاجه ضمان 100,000 ولا شيك. كتير بتمطوا ناس على شيكات وتحطها ضمان عندك بيسحب على حسها. صح الكلام؟ الكلام ده كله احنا قلنا ايه؟ حاجات بنعتبرها كاش. ايه الحاجات اللي ما بنعتبرهاش كاش؟ في حاجات شبه الكاش. احنا دلوقتي شفنا حاجات كاش فيها حاجات ما كانتش شبه الكاش زي الاستثمار اللي خلال 90 يوم. مش نعرف ان هو ده هيبقى كاش معانا. فشبهه مش كاش. لكن طلع في الحقيقه وفي العلم كاش. انه كاش. طب ايه الحاجات اللي شبه الكاش؟ بس ما بتجيش كاش. العكس بقى. حاجات شبهها كاش بس معانا استاذ ايه ما بتجيش ايه؟ ما بتجيش كاش. زي ايه؟ تايم سيرتيفيكت اوف ديبوزيت. ما هي الوديعه اللي في البنك كاش. لكن كلمه ديبوزيت وديعه. لكن سيرتيفيكت اوف ديبوزيت اللي هي شهادات الاستثمار، حساب شهادات الاستثمار، زي حساب قناه السويس كده والكلام ده، انك انت بتشتري شهاده مش عارف ايه 3 سنوات، شهاده مش عارف ايه 5 سنوات، صح؟ كاش ده ولا مش كاش؟ المنتج
وحددت المده فقلت بقى بتبقى 3-5 زي شركه رانس سويس دي لو شركه ممكن عندك كل شيء عدد من تاريخها بقى مسجلينها هنا يعني في الميزانيه تاخد الحساب بتاع الفلوس اللي حاطها في رانس سويس دي وتحطها فين؟ ما عندكش كاش ماشي استثمار يا شهاده مش اسمك ماشي احسن من شهاده لوك دي بقى لوك دي بقى حاجه اسمها ايه؟ لا استاذ احمد استاذ احمد ده انا بحب اهزر معاك انا مش في سياسه اصلا انا بس بحاول اعمل فن وبعد استاذ احمد ده الحلوه دي كلام من الاخوان جم عملوا له ايه؟ ستوب على حساباته كلها الحكومه ما بتفهمش حاجه ما اقصدش يا جدعان بس من دوق انا عايز اشرح حاجه في العلم ما بتكلمش في السياسه بس هو الوحيد اللي ده فقلت استغل معانا هذا الاخ استاذ احمد وقفوا له فلوسه كان زمان بيقول انا عندي في البنك فلوس طبعا عارفينها اللي هي ال 400-500 مليون اللي عنده اللي احنا كلنا عارفينه واللي جينا وكفروا كده هنا السؤال مش كان بيقول كاش الاول ايه اللي حصل؟ كان جابوا بلوك عليهم ريستريكت ما هوش كاش يعني لو شركه من الشركات المحتجز عليها فلوس دي وجم على حساب معين في بنك معين مجازا يعني وقفلوا لهم فلوسه يقدر يجي في الميزانيه بقى انا عندي كاش مش ده اسمه ايه؟ ريستريكتد كاش ما بقاش كاش هو اصلا اسد بس ما هوش كاش لان الكاش قلنا عليه موست ليكويد ايه؟ عارف ليكويد يعني ايه؟ يعني سايب يعني اصرفه دلوقتي لو عايز صح؟ يعني في جيبي اطلعه انفقه لكن النهارده المقفول على ربنا يصبرك على الملايين بتاعتك الملايين بقى اللي اتقفلت دي ليك على اصل ما بقتش سايبه بالنسبه له بقت حتى اللفظ البلدي عندنا مجمده ما بقتش سايبه صح كلام؟ فهنا الليجل ريستريكت الديبوزيت الحاجات اللي ليجل محتجزه بعيدا عن فلوس الراجل دوت اللي قلنا عليه الاستاذ هنا عنده شركه استاذ محمد عنده شركه داخل في مناقصه حلوه قوي قالوا له هات لي خطه الضمان راح البنك دون خطه الضمان قال له ما نعرفكش يا جماعه دي خطه الضمان التسهيلات قال له ما نعرفكش طيب غطوا لي كامل من الحساب كاش مارج فراحوا حاجزين المليون جنيه من حساب الشركه مقابل ان هم يطلعوا لي ايه؟ يعني خطاب ضمان مغطى بالكامل اصبح المليون جنيه اللي هو البنك دول مجنبين وانا بقول يا ميزانيه ما يطلعش معاك كده المليون دول ده حلو قوي في الوقت ده عجبك؟ بس ما يطلعش معاك كده يطلع بقى اصول يطلع في اصول اخرى يطلع حاجه ثانيه لكن ما يطلعش في الكاش يبقى الشركه لو عامله شهادات استثمار ما تطلعش كاش رجل الريستريكتد ديبوزيت وديعه محتجزه بالقانون سواء قانون زي العمال على الزحمه او قانون زي البنك او قوانين البنك بيحجز الفلوس قصاد كسب لكن اللي هي مالكش سيطره عليها الفلوس دي مالكش سيطره عليها ما تجيش كاش لان كاش يعني فلوسي دلوقتي كده حطيته على جبوته كده اقدر احطها حلو الكلام بنك ديبوزيت هيلد ار سيجريجيتد تو بي يوزد فور ريتايرنج لونج تيرم اوبليجيشن بعض الشركات بتعمل زي نوع من الودايع كده او الاستثمار عشان يغطي مكافئات نهايه الخدمه بتاع الموظف زي الصناديق مثلا ده مش كاش بس كاش يعني كاش بتاع عبد المصرف لكن ده بتاع الموظفين ده اللي هصرف منه ليه لوائح وقوانين تصرف الاجراءات بتاعته هتديني الناس ولا هتاكلهم مش ده ضيفي هو ضيف طالما خلقت مش تحت وديع بمكسبها في حاجتها لصالح الموظفين يبقى مش كاش يبقى مش ولا المبنى دي كاش حلو الكلام؟ معايا؟ طيب قال لك ان اس اف ايه ال ان اس اف ده؟ قال لك نون سفيشنت فاند يعني ايه نون سفيشنت فاند؟ الشهاده المرتده نون سفيشنت فاند يعني فلوس ليه نون سفيشنت مش عارف خالص الشيك اللي انت خدته اللي انا قلت لك عليه نون سيرسيبل صح؟ انت كنت بتقول عليه كاش وبعدين تروح البنك ما تحصلش ترجع تشيله من الكاش هو من الاول احنا قايلين انه مش كاش الشيك اللي مرتد ده اكيد مش كاش ده اللي بيتصرف رقم مش كاش لحد ما يتصرف يعني اللي بيتصرف بيجي لي الاول ما بيبقاش كاش لحد ما يتصرف لان وارد انه يبقى ان اس اف
انصف في شرط ايه؟ فاضل شيك مرتد ملوش رصيد هيتقدم مره اخرى ولا اي كان الكلام. فده برضه ما تحطش كاش. بص ديت تشيكس الشيكات اللي قبل سواء اللي انا مطلعها او سواء اللي انا هستلها برضه بطلع شيك بعد شهرين او واحد مديني شيك على الصاله بعد شهرين ده يبقى نص ريسيفبل اوراق اب وده يبقى نص بيرول اوراق دفع لا ده كاش ولا ده من الاخطاء الكتيره اللي الشركات بتعملها بيحط ده كله كاش ماشي. دايما نقول حاجه ومحدش يزعل وما اقصدش اي حاجه انا هجهزها على الاطلاق ماشي. اذا كنتوا انتوا اتفقنا ان انتوا دبلوم زراعه انا دبلوم تدريب مهني بتاع سمكره والمهني. دايما يبقى الواحد بيخش المكان بيمشي على خطوه بيطلع المدير بيمشيني وراه فكل خبرتي في الاخر هي جزء من خبره المدير اللي انا قدرت استقيل. لان في اغلب الاحوال تلاقي المديرين ما بيحلوش على الناس ويعلموه. وحتى لو انت خدت خبره مديرك ب 100% فانت عرضه لكل ما يعلمه وعرضه لكل ما لا يعلمه خلاص اخرك هو. طب اذا كان هو فاهم 100% بقيت انت فاهم 100% اذا كان هو فاهم 50 بقيت انت فاهم 50 رغم ان خدت منه 100% بس خدت منه 50. ففي بعض الشركات منصب كده هبقى شركات هو واحد جه في الاول مش متين في القصه عمل كل كل شيء مع ايه الفرق بينها وبين اللي هو اللي هي قبل 90 هو ده شيك وبعد شهرين ده شيك هتستلمه من غير قوه اختيار 90 ده شيك انت لسه استثمار ورقه ماليه ده شيك ده دفن قبض ودفن. بص ليه شيك قادر ده شيك الثانيه شهاده استثمار تمام او ورقه ماليه في سهم او بوند شاريين سندات شاريين اسهم هتخلص او تتباع خلال 90 يوم يجي الماتيوريتي ديت بتاعها. ده موضوع وده موضوع. دي التانيه بتيجي كاش دي احنا بنقول عليها ما بتجيش كاش. يعني احنا هنا في الحاجات اللي ما بتجيش كاش. صح؟ ركز معايا. كل ده نوت كلاسيفايد از كاش. ريستريكتد كاش وده قلنا عليه. ريستريكتد ايه؟ كاش اللي هو الكاش المحتجز. ده ما بيجيش كاش اصلا. اي او يو الاي او يو ده معناه اي اهي او اللي هي كلمه او دي يو اللي هي يعني انا مدين لك من الاخر ورقه العقد استاذ جمال هيروح يجيب لنا حاجه معينه خد عقد مر على ورقه عقد في الخزنه فيها ايه دلوقتي؟ شهاده فلوس وشهاده عقد وهو الفلوس دي ما جاش لسه سواها فتح في الميزانيه الفلوس اللي معانا مش كاش خلاص احنا كله مش كاش ما تطلعش كاش ليه؟ لانها تحولت لحاجه مش فيك يا هيجي اللي يجيبها فواتير ثلاجات راح اشتراها صح؟ يا هيجي ويجيبها ايه؟ فلوس انا خدها في الحالتين في اللحظه دي انا ما عنديش الكاش امال ايه عندي ريسيفبل بقى؟ ليه يا عم الراجل؟ ما تبقاش كده تبقى ريسيفر حسابات عملاء عند الموظفين حلو الكلام ماشي قرا بعض القاعد كده عمال اتجوز اللي انا بقول على علاقات بالتم صح كلام برضه كل ده احنا بنتكلم على الكاش اللي ايه اللي هيتولد في الميزانيه اللي هيتولد هو كاش مش هيتولد كاش لانه مش كاش وكل الحاجات دي شبه كاش مع انها ما بتجيش وشفنا الصفحه اللي قبلها حاجات مش شبه الكاش وبتيجي كاش الكاش ده في كلام كنا فاكرين ان الكاش ده رصاص ويربع ورق 100 ورق 200 وخلصنا على كده في كلام حلو في فن عارف ان الكاش اللي في الميزانيه دي مش احنا قلنا بنعمل اجريجيشن بالتجميع مش عارف حسابات عشان نعرضها في لاين واحد مش بناخد الاصول كلها بالمجمع الاهلاك بتاعها نحطهم في سطر واحد في الميزانيه نقول صافي الاصول التجميع ده عارف انا ايه؟ اللي باخده معايا واللي بسيبه؟ ما يجيش هنا. احنا النهارده بنتعلم الكاش هيبقى فين؟ صح الكلام. طب حلو الكلام؟ ماشي. ريبورتنج كاش. ريستريكتد كاش. ده بيشرح اللي احنا قلناه من شويه ان الكاش المحتجز ها؟ كمباني سيجريجيت ريستريكتد كاش.
الشركه لازم تسجل تفك الريستريكتد كاش فروم الريجولر كاش من الكاش اللي عندها الطبيعي. الجزء المحتجز لازم نخرجه. ممكن يكون محتجز بشكل زي اللي حكينا عنه ده، ممكن يكون محتجز بشكل زي الموقف في انا لا يعنيني الشكل، انا يعنيني الباد بوكت مقفول عليه ريستريكتد. واحفظوا الكلمه دي حلوه، ريستريكتد محتجز احلى من كلمه بلوكت كمان. ماشي. امثله للحاجات الكاش ريستريكتد، بلانت اكسبانشن، قافلين فلوس على جنب، دي اللي هنعمل بيها المبنى الجديد اللي ورا محتجزه للمشروع ده. محتجزه مكونه على جنب. ريتايرمنت لونج تيرم، الفلوس اللي حكينا عليها بتاعت الموظفين لونج تيرم بنفت اللي هو مكافاه الخدمه بتاعتهم ولا مش كاش. كومبنسيشن بالانس، الحاجات اللي عندي كضمانه دي مش كاش. راح حتى لو ادهم لي كاش وكل دول امانه على ما اسد ولا اعمل، دول امانه، دول امانات مش كاش. ده هي الريستريكتد كاش. بنعيد تاني، يعني ايه بنك؟ مش احنا قلنا الكاش، خلي دي كده، مش احنا قلنا الكاش ده شويه حسابات؟ قلنا عليه كاش 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 اللي هو كلمه الكاش نفسها. قال لك بقى بص يا سيدي بقى، الكاش قلنا الكاش في الشركة أو في البنك، حصل؟ طب الكاش اللي في البنك ده أكبر إيه؟ قال لك بص يا سيدي، أنت ممكن يبقى عندك في البنك حساب أوفر درافت، صح؟ على المكشوف ده اسمه إيه؟ أوفر درافت، خلاص؟ وعايزين يا جماعة بعد إذنكم نحفظ الكلمات دي، العناوين دي، وحتى لما نتعامل مع بعض في الشغل نقولها عشان إيه؟ ما نقعش، عشان نستفيد. إيه البنك أوفر درافت؟ انك تسحب من البنك على المشروع. استاذ عصام، انت عندك ثلاث حسابات في ثلاث بنوك، كل بنك فيه 1000 في مليون جنيه، والبنك الرابع واخد منه حساب سحب على المكشوف مليون جنيه. ففي ثلاث بنوك ليك فيها كاش مليون جنيه، والبنك الرابع سحب على المكشوف مليون جنيه، يبقى الكاش عندك كام؟ ثلاث بنوك ليك فيهم في كل بنك مليون، يعني عندك ثلاثة وفي بنك عليك مليون. حسابين اثنين مليون. أربعة؟ حسابين. نعم. أربعة. إزاي يا أستاذ؟ عندك ثلاث بنوك ليك في كل بنك مليون. كام؟ واخد من البنك الرابع مليون. عليك مليون. عشان دول انت حطيتهم بقى زي 500 في البنوك دي. خدتهم اللي انا حطيتهم هنا. فبقى معاك كام دلوقتي؟ كاش؟ اثنين. صح؟ لا يا جماعه. ثلاثة. ايه المادة بتاع اثنين وثلاثة؟ لا أنا مش عايز الإجابة كده، الإجابة واحدة منهم طبعا. الإجابة إن معاك ثلاثة وأنت عليك واحد. بس. قلتيها صح كده؟ لا، قال له الصح صح الأول ولا في الآخر. الإجابة إن عندي كاش ثلاثة. تحت إيدي كاش أقدر أصرف ثلاثة النهاردة. بس الكاش المقلوب ما يصفيش من الكاش الموجود. لأن الكاش المقلوب الأوفر درافت السحب على المكشوف ده، ده في التزام. حساب زي اللون. لايبيليتي. التزام. مقفلش حسابات مع بعض. مقفلش حسابات ايه؟ يعني يا عم ما دخلش الكاش اللي ليا مع الكاش اللي عليا، اقول لك ينفع في حاله واحده. لو جوه نفس البنك. جوه نفس البنك. لان انا تعامل مع هذا البنك ليه صافي تعامل. لكن انا عندي ثلاث بنوك ليا عليهم 3 مليون، وعندي بنك عليا مليون. يبقى ده بالنسبه لي كاش، ده كاش وارد. لكن لو بنك واحد ليا في حساب بمليون وعليا في حساب تاني ب 500، يبقى صافي الكاش بتاعي 500. يبقى ده تحويل من حساب لحساب تاني. ما اقفلش المريض في الدايم غير جوه نفس البنك. يبقى الكاش في حساب واحد. لا ممكن 10 مش فاهم حسابات. 10 بنك واحد. بنك واحد مش كاش حساب واحد. ما ممكن يكون عندي مصري وعلى ضرر. صح؟ الصافي في الاخر كام؟ الصافي في الاخر لو طلع في ليا فلوس يبقى عندي كاش في البنك ده. طلع عليا فلوس يبقى عليا ضريبه في البنك ده.
ما اخش بقى في زمره الجاش. حلو الكلام ده؟ كل حاجه احنا قلنا احنا هنستمتع. احنا كده لسه ما بناخدش حاجه، لان لما اخش الاكفر لسه بلاقي الدنيا احلى من كده بكتير. وادي الكاش يا جماعه اللي اتفقنا، لو حد جالك تعالى نروح نحضر كاش مش هتروح معاه. انا شخصيا ما اروحش معاه. لا ما اروحش. هيقول لي في الكاش ده فك لنا ورينا الرصاص ويرجع. حلو الكلام ده؟ بقول لك لما الشركه تكتب شيكات اكتر من الاماونت اللي في الحساب يبقى ده ايه؟ سحب على المكشوف. انت عارف ايه سحب على المكشوف؟ جنرال ريبورت اس اهي كارنت ريفينيو. ده بيتحسب كارنت ايه؟ كارنت ريفينيو. سامع عليا يا مكان؟ جميل. قال لك اوفست يعني نقفله اجينست كاش اكونت، نقفله مع حساب ليا في كاش، اصفي المليون اللي ليا من المليون اللي عليا. قال لك قول لي، بص كلمه قول لي معموله بالاحمر ازاي؟ يعني خد بالك النقطه دي خطر. هو وين افيلابل كاش از بريزنت يبقى نظر اكونت انسى سيم بانك. لما يكون الكاش اللي انت عايز تقفله مع الالتزام ده موجود في حساب تاني انسى سيم بانك. يعني سي اي بي وسي اي بي اقفلهم مع بعض، لكن مش عندي في سي اي بي وعليا في اتش اس بي سي اقفلهم مع بعض، ما اعرفش محاسبه. حلو الكلام ولا حادق؟ انا بحاول احفظ الاسماء. محمد احمد، محمد كمان غريب، استاذ عصام احمد محمد، استاذ محمد. بس انا بقيت بقى في موضوع الاسماء فهتلاقوني بحاول احفظ. Compensating balance. Minimum balance that must be maintained in the company account as support for fund borrowed from the bank. أي حاجة محتاجة زي كده في البنك على جنب تضمن أي حاجة. مش أنت أحيانا بتطلع شيك مصرفي. ها؟ بنك محجز ولا مقبول الدفع؟ بنك محجز الفلوس على جنب كده؟ صح؟ لحد الراجل ما يجي للشيك ياخدها؟ خلاص احنا متفقين إن كل ده حسابات بنوك معاه. وعرفنا ايه اللي معانا في الكاش وايه اللي مش معانا من الصفحتين الاولانيين. حلو يا جماعه؟ دي لعبه ظريفه قوي. كل اللي احنا اتكلمنا عليه ايه البند؟ الكلاسيفيكيشن بتاعه هيبقى ايه؟ والتعليق بتاعه ان الكاش بيبقى كاش اف انريستريكت، لو مش محتجز. ريبورت اس كاش بنعلنه كايه؟ البيتي كاش اند تشينج فاند. البيتي كاش اللي هو الفلوس اللي في الخزن اللي جوه الشركه دي اسمها بيتي كاش، خزنه كبيره صغيره اسمها بيتي كاش، بحساب الكاش الرئيسي في البنك. حلو الكلام؟ البيتي كاش ده هو ايه؟ توصيفه كاش. ريبورت اس كاش. الشورت تيرم بيبر كاش ايكوفلنت في حب الكاش. عشان كده بيجي في يقول لك ايه؟ اما نقضيها ورا في حب منها كاش اند ايه؟ كاش ايكوفلنت. حلو الكلام؟ طيب ما ده اللي قلنا بقى البص ديت تشيكس الاي او يو واحد ريسيفبل ترافل ادفانس مين اللي موصل فلوس عشان يسافر بدل على سافر ريسيفبل ليك عنده لحد ما يجي يسويها بوستج اون هاند بوست اللي في شركات عندها المدمغات والحاجات دي دي بريبيد اكسبنس بتبقى دافعها على مستخدمها بايك اوفر درافت قلنا عليه كارنت لابيلتي كومبنسيتنج بالانس قلنا كاش محتجز على جنب ففهمنا كل القصه دي خلاص احنا ايه فهمناها بالراحه بس من صفحتين قالوا ايه اللي في كاش كاش؟ ايه اللي في كاش كاش؟ حلو الكلام؟ كلام زي الفل. البيتي كاش ده ايه يا جماعه؟ خزن. اتكلمنا على الكاش وجينا اتكلمنا على البنك وقلنا البنك في حساب اوفر درافت في حساب ديبوزيت وديعه وقلنا في حساب شهادات وقلنا كل حاجه ايه اللي بيروح كاش واللي بيروح انفستمنت واللي بيروح لايبيلتي وخلاص. في بقى البيتي كاش اللي في قال لك ده بيبقى تو بي سمول اماونتس فور ميسيلينس اكسبنس. لا كده في الشركه في خزنه كده الراجل ده صلح كوتش بتاع العربيه بتاعت الشغل جه فاتوره يروح يسويها في البيتي كاش ده معايا؟ البيتي كاش اه ده مصاريف النسبيه مصاريف النسبيه مصاريف صح زي ماينر ترانسبورتيشن مصاريف انتقالات بوستج بوستة اوفيس سبلايز عايزين نجيب ورق ونجيب بتاع حب دليفري تشارجز جالي اي حاجه كورير بتاع عايز يحاسب يخش حاسب عند الخزنه اللي احنا بنقول عليها ايه؟ بيتي كاش. خزنه بمفتاح بنحط فيها مبلغ صغير اللي يقابل ايه؟ السمول ها؟ ها؟ اكسبنسز بتاعتك. بيمشي ازاي؟ قال لك بص انت في الاول ذا امبرت
بيتي كاش سيستم. ايه سيستم العقد ده او الخزنه دي؟ هي بتقوم جايه، بس دي بقى مش عقده من اللي بتتحط ريزيرف، دي عقده بتتحط كاش لانها خزنه. فقال لك في الاول قال لك ريبورت $400 ها ترانسفير فاند تو بيتي كاش. الشركه بتيجي للراجل اللي معاها الخزنه ده تدي له $400 او 400 جنيه او 400,000، دي خزنتك يا عم، يلا ايه ده فتح لي عليه. بعد كده الراجل بتاع البيتي كاش ده كوستاديان اوبتين سايند ريسيتس، بياخد ايه؟ ريسيتس بصلات نقديه، كل مدير موافق على مصروفه، جه خد الورق وادى فلوس، فتحولت خزنته ليه؟ لما تجمعهم كفلوس هم 400 هم بس جه منهم 300 اصابات ومعانا ايه؟ يروح يدي الاصابات دي للحسابات في صلاه بكام؟ ب 300، يدوا له شيك ب 300 ويراجع يعوض العقده بتاعته تاني. يا عقده مستثمر، يا عقده مستثمر اللي بيتي كاش. ماشي؟ امبرست يعني عقده، كاستدي يعني عقده. ماشي يا جماعه؟ خد الراجل 400 بيتي كاش، لان احنا مدت كده ديبت بيتي كاش ب 400، كريدت كاش ايه؟ 400. خدنا من الكاش حطيناه في البيتي كاش، الكاش اللي تحت ده اللي هو البنك. حلو الكلام؟ اللي هو مثلا الحساب اللي فوق ده ممكن يبقى بيتي كاش واحد اللي هي خزنه واحد. بيتي كاش اثنين، خزنه اثنين. معايا يا جماعه عشان تعرفوا تظبطوا الشغل اللي بتراجعوه، تعرفوا تقولوا للناس كلام صح يعني دي هل دي؟ ها المفروض تبقى كده؟ جاله بقى ايه؟ شويه مصاريف، ترافل اكسبنسز بعد كده، كاستمر بزنس لانش، غدا للعملاء مش عارف بعد كده، اكسبريس ميل جاله وسطه بخمس سنين، مصاريف اخرى ب 32، نعمل ايه في الليله دي؟ مجموع كل الكلام ده المفروض هو يروح يعمل له ايه؟ يجمع دول يقول لك بريمير ذا جورنال انت تو ريكورد ريبلانشينج فاند اف ذا بالانس اوف كذا ووز 137. ال 400 كان 5 مليون في نهايه الشهر كام؟ 137. يبقى انا هروح وات اماونت اوف كاش وير ريكوارد تو ريبلانش، ريبلانش يعني نعوضه بقى. بقيت ال 400 اذا كان فاضل عندي 137 يبقى انا هطالب الناس ببقيه ايه؟ ال 400. والنتيجه اي نتيجه من دول تطلع على الاقل كات على الاقل حاسب 1000 مش قاعدين نمسك على فاهم قصدي؟ مع 400 عقده مع 137 فلوس والباقي ورق يروح يجيب الباقي. ولو معاه 137 ورق يروح يجيب 137. او معاه 137 فلوس والباقي ورق يروح يجيب بقيه ال 400. ها؟ كلام كالكوليتر المهم نبقى فاهمين الدوره بتمشي ازاي. ادي ال 400 ومعاه اكشن 137 يبقى يفيد على الاقل الحاسبه كام؟ يروح يديله من الورق يديله شيك بيه رجعت عقدته كما كانت تاني. رجعت عقدته كما كانت تاني. حلو الكلام؟ اتفقنا ان الراجل لما خد العقده خد ال 400 يفتكر تاني وكتبنا كاش ايه؟ كاش كاش كريدت خلاص 400 ده كتب له عقدان صح كده؟ وبعد كده عمل مصاريفه في التسويه بتاعته التوتال كاش اللي تحته ده اللي هو هيطلع له علشان يسوي عقدته بالكلام اللي فات. If the company decides that the amount of cash in the liquid cash fund is excessive by $50, it lowers the fund balance as follows. عايزين نقلل العقد 50 دولار. نفس الفكره. ايوه احنا عايزين نوصل للليتي كاش ده حساب المفروض انه دايما يقرا 400. على المثال بتاعنا يعني مش لسه واحنا عايزين لازم يعمل 400. ده لازم يقرا 400. عايز تقلله قلله، عايز تزوده زوده بس طبقا للسياسه وقرارات الشركه تاخدها الاداره تاخدها مش بمزاجه. لا لا بالظبط. ليها حدود وقراره في شكل المصروف. وحدود صرف. في شركات ما بتصرفش 5000 جنيه في اليوم، وفي شركات بتصرف 50,000 جنيه في اليوم على حسب الاجراءات. ماشي؟ بس خلاص. افندم؟ افندم؟ فده يا عم. ده جان تحضر السنة ده حسين فعلا من صاحب السنة هو كل ما نجيب سيرة حاجة انت فرضت هو ده هو ده احمد اللي انت اللي مر كلهم العصارة عشان بيفكرنا بشباب يعني انت بتشوف في شباب كنت شايع مدير صح؟ ها؟ انت شايع مدير؟ مش قوي يعني مش قوي يعني انت احمد مش شايع قوي طبعا فكرك مش قوي ظلمت الراجل طلع مش شايع احمد شايع بس خمسة ابتدائي عارف البنك ريكونسيليشن اوف بنك الحقيقه البنك ريكونسيليشن قصه شباب
ليها شكل تنفيذي مين هنا عامل بنك الكونسيليشن عندي؟ تسويق كتابيا من الحاجات اللي ما بتبقاش حلوه في القرايه. يعني انها تحفظ لها معادلات وكلام فارغ مالهاش حلوه لكن هي قصه بسيطه جدا. بتبدا بحساب البنك وتوصل لحساب الشركه او تبدا بحساب الشركه وتوصل لحساب البنك. ده هو العرف ان نبدا بحساب البنك ونطلع الفلوس بنحط كشف حساب الشركه كده وكشف حساب البنك كده ونقوم نقش الديبت هنا هنلاقي كريدت هنا والكريدت هنا هنلاقي كريدت قشطه 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 هيفرض لك شويه حاجات صح؟ هيفرض لك شويه ايه؟ حاجه البنك بيصرف شويه بس. طب اعمل التسويه دي ازاي؟ بعيدا عن الحفظ والكلام ده كله اقول لك حاجه حلوه قوي. حط رصيد البنك. حط رصيد ايه؟ تمام؟ شطه طخ تيخ طخ تيخ طخ تيخ خلص اليوم في شمال. حلو الكلام؟ شطب حاجات كتير في كشف حساب البنك وتشطب حاجات كتير فين؟ كشف حساب الشركه. صح الكلام؟ فضلك حاجات هنا وفضلك حاجات هنا. شفت بقى رصيد البنك اللي احنا خدناه حطيناه في الداتا ريكونسيليشن؟ قال عليه كل ما هو ديبت في الاثنين. بس اللي ديبت هنا واللي ديبت هنا ضيف على الرصيد ده. واللي ضغط منه او اطرح منه كل ما هو كريدت في الاثنين. يبقى رصيد البنك صافي اضافات الديبت في الاثنين ناقص الكريدت في الاثنين يديك رصيد الشركه. الرصيد ده المفروض يبقى نفس حساب الشركه. رصيد الشركه. والقيود اللي طلعت ديت في الريكونسيليشن اللي هو اللي اتضافت في الديبت او اللي اتخصمت في الكريدت هي نوعين، حاجات جايه من كشف حساب الشركه وحاجات جايه من كشف حساب البنك. اللي جاي من كشف حساب الشركه معناه ان انا خدت القيد عندي والبنك لسه ما بقاش في الحركه دي هناك فانا بستنى البنك. لكن الحاجات اللي ظهرت في البنك ومش ظاهره عندي دي اللي لازم اقف اخد لها قيدها دلوقتي. بنك خصم 100 دولار بتوع تحويل بس انا مش واخدها سبب التحويل ده جاي منين؟ جاي من كشف حساب البنك ومش عندي ده لازم اخد بيه. لكن اللي عندي ومش في البنك خليك قاعد مستني لما البنك يبقى عندك كشف جاي الراجل يروح يصرف بقى شيك ولا بتاع. ماشي؟ واضحه الفكره؟ اسهل من كل الكلام ده. معلش نقولها تاني مره. رصيد البنك قشطه في الاثنين ضيف على رصيد البنك ده الديبت اللي فاض في الكشفين واطرح منه الكريدت اللي فاض في الكشفين صفي الشبكه اللي على جنب اللي اتضاف اتضاف واللي طلع اتطلع المفروض يديك رصيد حساب الشركه. ان شاء الله الموضوع ده مهم جدا. بس بقى انك تقعد تحفظ بقى ان الديبوزيتس ايتمز ايه الديبوزيتس انا لازم اعرف. يقعد يقول لي بقى شيك طلع من عندي ما اتصرفش هناك مصاريف بنكيه حطها هناك. انا مش حفيظ. انا راجل عايز افهم وحازم. البنود اللي هو حفظاني هنا انا مش عارف احفظهم هتلاقيني اتجاهل ان انا من حافظ. مش شطبت يا سيدي. مش انا طلعت 10000 سجلتهم عندي الراجل راح صرفهم من البنك نزلوا في البنك 10000 لقيتهم هنا ديبت وانا كريدت شطبت الاثنين خلاص اي حاجه فيك ده ماليش دعوه اسمها ايه ولازم تكون ايه اللي ما جاش يبقى في خلاف بيني وبين البنك. بس لما بطلع الفروق ديت لازم شايف وعارف ممكن الاقي البنك خصم عليا 5000 بتوع ايه لازم ارجع اسال البنك صح كده؟ ما اسال اكشيك مش بتاعك صرف ايا كان بقى فبتراقب من ضمن الجزئيه. بس لو لقيت البنك واخد حاجات انت تعرفها بتاخد قطعه عنها بتاخد قطعه عنها وبتيجي تاني شهر بقى وانت بتشطر بتشطر ايه؟ بتحط ايه قدامك؟ كشف حساب البنك وتشوف انت حطيت اللي انت عملته الاولاني. بتحط ثلاث حاجات بقى كشف حساب الشركه كشف حساب البنك الريكونسيليشن بتاع الشهر اللي فات ثم مع بعض كده واشطب بقى اللي متجوز من الثلاثه مع بعض اشطب. يعني بعد ما اخلص البنك مع الشركه وفي حاجات فضلت في البنك شوف الحاجات اللي في البنك اتشطبت مع حاجه من الريكونسيليشن الحاجات اللي في الشركه اللي فاضله اتشطبت مع حاجه هنا وارجع ايه بقى البنك. ده قصه سهله مش عايز اقف كتير عن قصة البنك ريكونسيليشن قصة مصيبة افندم؟ لا لا قصدي يعني كنا عامل فيها مصايب لا مش مصيبة خالص دي سهلة جدا هي فيها زحمة بس فيها زحمة الشغل بتتكلم على الشغل هي اسهل حساب تكشفه تبقى تسأل منسوب كان صدام ليه فين؟ افندم انا ساعات بيظهر فيه يعني مشاكل وممكن اعلمك اللي انت بتقول عليه ده انه مش صح ليه؟ لان من اسهل حاجة استخبى فيها ما ده اللي احنا بنتكلم عليه ان هو بيحصل فيه بلاوي. بص يا سيدي الحساب هنضيف عليه حاجات الديبت ونطرح منه حاجات الكريدت ماشي انت شايف حاجات الديبت شايف حاجات الكريدت بالصف هنا وشوف الحساب كتيره كده حركات خلال الشهر كتيره في كشف حساب البنك كشف حساب الشركه جيت انا عايز انصب عليك وانت جاي تراجع عليا في خمسه تحت في الخصم و5
خمسه فوق في الاضافه، انا مش عايز اشوف الخمسه اللي في الخصم، مش عايز اشوف هم شايلهم وشايل الخمسه اللي فوق، هتطلع الكونسيشن مظبوطه زي ما هي، انك شلت بالبلس وبالماينس، التاثير على الحسبة هو هو. مورتكشن الكونسيشن طالع في الحركه. عشان كده لازم لما تيجي تراجع ميكرو كونسيليشن لازم ترجع تشطب بيده، تتاكد ان اللي فات هو مشطب بيده بالقلم الازرق، شطب انت بالاحمر. وشطب بالازرق والمدير بتاعه راجع بالاحمر، اشطب انت بالاخضر بالرصاص. لازم تتاكد الدنيا اللي اتنقل من كشف حساب البنك وكشف حساب الشركه جه في الكونسيليشن، لازم تطلعه بايدك عشان تتحقق بيه. ولو على سبيل العينه تاخد حسابين. لكن ان انت تشوف كده كشف حساب كام؟ 3 مليون، اه بدأ ب 3 مليون مظبوط، شطب الاثنين مع بعض، طلع شويه حاجات فاضيه. حلو؟ يجي واحد يقول لك ايه؟ طب ما هو لما بيعلم هيفيد اللي مش متعلم، طب ما انا امسك الريكونسيليشن ابص على اللي مش متعلم، اقول لك هو لما ضرب الخمسه دي مع الخمسه دي، راح جاي معلم هنا دي مع دي مع انهم ما لهمش علاقه ببعض، لان انا بشطب الحاجات اللي ايه؟ شيك 65 مع شيك 65، شيك 43 مع شيك 43، بشطب حاجات لها علاقه ببعضها، مش اي رقمين شبه بعض. بشطب بالترانزكشن. فهو عايز يتاول، يقول لك متاول خمسه الاكس مع الخمسه الواي اللي مش علاقه ببعض، وانت فلازم انت تراجع قصه مش هو زي ما انت قلت. ده بالعكس، ده ممكن البنك يكون ضارب عندي واطلعه للمراجعين ويبقوا ماشيين وسطينا. ما بيبقاش ضارب فساد، ممكن موظف ضرب منه الحساب، اكتشفنا في الاخر ان الحساب ضارب، ارجع يا ابني شوف ان حاجات كتير قوي، ده انا محتاج ارجع 10 شهور راجع، طب احنا مش فاضيين، طب خلاص ماشي وانا ماشي. هم كويسين الحياه الجماعه اللي بص على الحاجات دي، بس مش بس عشان تمسك ما تصدفش ورق، ما تصدفش ورق، ما تمسكش الورقه وتقول اه البنك اهو والاقساط اهي والاستبعادات اهي والصفه اهو، ايه ده كده حسبجيه. وعشان كده بفرق قوي يا استاذ احمد ما بين الحساب والمحاسبه. الورقه حساب صح، زين 100 زائد 50 ناقص 25 دي 125، اه مفيش فيها كلام. لكن المحاسبه كانت المفروض تبقى 100 زائد 75 ناقص 50 دي 125، بس انا خليت 25 من 125. خلاص بقول لك بقى هنا ايه، تحط الديبوزيت ان ترانزيت ديدكتبل او ستاندنج شيكس، طبعا انك تحفظ، ولو جات لك معامله مش مذكوره مش هتبقى دي من اللي بتدفع ولا بتلحق، يبقى انت ما فهمتش. احنا عايزين نفهم مش نحفظ انا وكان حساب البنك شطب ضيف على القيمه دي ديبت في الاثنين وانت هتبقى كريدت في الاثنين يديك رصيد تطبقه مع رصيد الشركه المفروض يطلع هو. حلو الكلام؟ كل الكلام ده بقى ايه؟ مش عايزين نصرف فيه وقت الحياه، بما انا مش من مدرسه الحفظ خالص 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 خالص. ماشي؟ الطريقه ديت ان كذا واعمل واطلع واعمل واطلع، هنا بيقول لك اد بيحفظك حاجات، عارف كل الحاجات اللي هو هيحفظها لك بتطلع ديبت في اللي بيفيد، والحاجات اللي هتديدكتها بتطلع كده. طب ما انا بدل ما احفظك الاسماء اقول لك قالت كل الديبت في الكشفين وطرح كل الكريدت في الكشفين، لازم اقعد احفظك ايه اللي ممكن تيجي ديبت، كل الحاجات اللي ممكن تيجي ديبت، اقعد اخليك تعرف والله وتسمع. اذكر اسباب الحمله الفرنسيه على مصر، قطع طريق التجاره بين انجلترا ومستعمراتها في الهند ومش عارف ايه وايه وايه، هو لازم ابص الخمس حاجات عشان انجح؟ لا، واللي ساعد المعمول حمله. نعم؟ واللي ساعد الحمله الفرنسيه او حمله. بص خلفه اساسا كان ماشي، ما هو مش فيه يعني ضديات كده عيله مش عارف مين وعيله مش عارف مين، فده اللي وقع البلدين في بعض. لا كان الجيش قال له انت هندي، قال له طب والله اروح كده يعني والله مش عارف مين ده اللي ساعد الحمله الفرنسيه. انت مالك يا نصر؟ كان الجيش اللي اسمه العقيدة الجيش المسيحي اللي هو كان اسمه يعقوب حامد قتل المسيحيين. لا دي مش ده تاريخي، مش بتكلم تاريخي، مش مختلف. بارك الله فيكم، احنا استفدنا من الحمله الفرنسيه على فكره. على فكره الاستعمار الوحيد اللي فات مصر هو على المستوى العالمي. الحمله الفرنسيه الاستعمار يعني ايه؟ مش استعمار نهب زي الاستعمار الانجليزي. بس هو كان الانجليزي والبذخ والفلوس اللي هم عايشين فيها دي ثروات، لكن
هما الانجليز كانوا اذكى من الفرنسيين، ان الانجليز فاهمين ان هما هيجوا يفرضوا فليه يكسب على الجنوبيين. الفرنسيين كان عندهم ثقه في نفسهم بقى تصل لحد السذاجه او العرف السياسي ان هم متخيلوا هذا لا على طول، فبيعملوا عشان يقعد في حته نظيفه. واخد بالك انت؟ بس فده كان النتيجه. اعتقد ان هي في كل كل استعمارات الفرنسا افندم؟ الفرنسي اعتقد دينيه في استعماراته. بصرف النظر هنتكلم على الوضع الاقتصادي، ماليش دعوه بعقيدته، انا بتكلم على الوضع الاقتصادي ان هو كان يبني. لا ما بيبنيش انا بنسجل خليفات. انت ممكن لا سلام بانك ريكونسيليشن، مش عايزين نخش في القصه بتاعتي. اه من الاستاذ محمد عايز يعني بص يعني تحس ان هو عامل كده وعايز يقع على السياسه يعني متلكن عشان يتكلم السياسه اسمه مصطفى نشرب في حاجه محمد لا اتفرج له في المراجعه قبل التدريب مش قال مش قال بص كده بقى يا باشا اسمه محمد هيسجل مين هو انت مش عارف كده فهو كده ممكن يروح يعني بعد التسجيل يعني اقول لك يا احمد مش عارف مستني اسمه حضرتك جاي بتكمل بس على مواقف التسجيل محمد ابراهيم محمد ابراهيم ايوه لا 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 هنيجي للريسيفبل. ريسيفبل يعني اللي احنا عارفينها بكلمه حسابات العملاء. حسابات العملاء عشان بس نبقى فاهمين، او الاكونتس ريسيفبل اتقال عليها كمان اي ار، اي من اول حرف في اكونتس وار اول حرف في ريسيفبل. الاي ار او الاكونتس ريسيفبل هي قصه ملهاش غير اب واحد. الاكونتس ريسيفبل ملهاش غير اب واحد. ايه هو؟ ابو ناصر. الكريدت سيلز. كريدت ايه؟ سيلز. ايه الكريدت سيلز ده؟ بالك. مفيش ريسيفبل من غير بيع اجل. يجي واحد يقول لي بس احيانا بيبقى لينا فلوس عند ناس مالهاش دعوه بالبيع الاجل، اقول لك اه دي بقى بنسميها اذر ريسيفبل. لكن ريسيفبل بس كده او ايه ار بقصد بيها التريد ريسيفبل، الريسيفبل اللي جاي من التريد من ممارسه النشاط بتاعنا. فبيقول ان هي كليمز مطالبات هيلد اجينست كاستمر مقابل العملاء بتوعنا اند اذر فور ماني بنطلبهم بماني جودز اور سيرفيس مقابل جودز بضاعه او خدمه على حسب نشاطنا احنا. عندنا حاجتين، حاجه اسمها اكونتس ريسيفبل وحاجه اسمها نوتس ريسيفبل. الاكونتس ريسيفبل دي يا جماعه بنقول عليها اورال بريمسز، تعهد ايه؟ شفوي شفوي. لكن النوتس ريسيفبل ريتن بريمسز. فكينا احنا الاثنين دول واحنا بنتكلم في القوائم صح؟ قلنا الريتن بريمسز اللي هي مكتوبه على اداه سداد زي شيك مثلا، فبالتالي بيبقى اسمها ايه؟ اوراق قبض. النوتس ريسيفبل دي اوراق قبض ريتن، ريتن على ورقه سداد. لكن الاكونتس ريسيفبل او حساب عملاء ده اللي بنسميه اورال. اورال يعني مش مكتوب بيه شيك نصرف فيه ولا حاجه، ممكن عقد، ممكن فاتوره، ممكن اذن استلام ناضجين عليه، كل الاجراءات ديت بالنسبه لنا تعتبر اورال. اورال شفوي. الريتن مقصود بيه اللي مكتوب بيه ورقه نصرفها. حلو الكلام؟ يبقى ايه هو الريسيفبل؟ حسابات العملاء، كل فلوس لينا عند اي عميل من العملاء. ايه النوتس ريسيفبل؟ اوراق القبض، اي شيكات واخدينها من العميل علشان نحصلها قصاد السيلز اللي عملناه. طبعا كلنا عارفين كويس قوي ان في حاجه اسمها التريد ديسكاونت، خصم التجاري. بطلع واحد فاتوره ب 100 بعمل له عليها خصم 10، بيبقى صافي الفاتوره، يبقى ليه عنده كام؟ نقطه ساذجه طبيعي بس لازم نقولها، كلكم عارفينها، ان اي حساب عملاء بيبقى صافي بعد الديسكاونت، مش كده ولا ايه؟ في حاجة عندنا اسمها الكاش ديسكاونت، واللي فات ده كان اسمه تريد ديسكاونت. التريد ديسكاونت والكاش ديسكاونت، الخصم التجاري والخصم النقدي، الفرق بينهم. الخصم التجاري هو خصم على قيمة البضاعة نفسها، وخصم مكتوب جوه الفاتورة. بعت له بضاعة ب 100 أو اديته خدمة ب 100، خصمت له 10، فالصافي 90.
الكاش ديسكاونت ده بقى قصه لذيذه قوي. دي بديله خصم لو هسدد لي مبكر. واحد مديله كريدت 90 يوم حب يدفع بدري فبعمل له خصم 1% ايا كان يعني على حسب الاتفاق او الديل بتم تمشي العمليه عادي جدا. ده بيبقى اسمه خصم نقدي. خصم النقدي هو خصم السداد المبكر كلمه سهله كده عشان ما نتعبش. في اوروبا والدول المتقدمه بيكتبوا جوه الفاتوره الرمز ده 210N30. ايه الرمز ده؟ الرمز ده بيتغير ارقامه. بيقول لك هديك 2% خصم لو سددت اول 10 ايام. مش هديك خصم خالص لبقيه ال 30 يوم الكريدت اللي انا مديهم لك. فالمنظر ده انا بايع لواحد بالاجل لمده 30 يوم بس ممكن اديله خصم تجاري خصم نقدي كاش ديسكاونت لو جه سدد اول 10 ايام. هياخد خصم قد ايه؟ 2%. 2% او 10 ايام نو مفيش 30 يوم الايه اللي باقي. حلو الكلام. فالاثنين دول البرسنتج ديسكاونت نسبه الخصم. ال10 دي الديز اوف ديسكاونت اللي مسموح ان انا اخد فيه الديسكاونت. الان دي انه خلاص مش هديك ديسكاونت بقيه ال30 يوم. ال30 يوم دي طبعا الحد اللي هو بتاع ايه السداد. بره بيكتبوا كده على الفاتوره من تحت. فانت بتبقى عارف لوحدك عليك 100 هتدفعهم كمان 30 يوم لو جيت اول 10 ايام بتدفع 98 ومروح. حلو الكلام؟ فنان؟ تعجيل سداد مؤجل. طب ده نسجله ازاي؟ يعني انا لما ابيع دلوقتي ب 100 والراجل لو جه اول 10 ايام هيدفع 98 ولو جه بعد ال 10 ايام هيدفع 100 مقفوله. طب انا لما اسجل عندي ان عليه 100 ولا سجل عليا عندي ان عليه 98؟ فاهمين المثال؟ فاهمين اللي انا بقوله؟ قال لك بص المحاسبه فيها طريقتين. المحاسبه فيها طريقتين، طريقه اسمها الجروس ليسون الشامله، الطريقه الشامله، وفي طريقه اسمها النت ميثود الطريقه الصافيه. واضح قوي ان هنا هنقول عليه 100، واضح قوي ان هنا هنقول عليه 98. الله عليك يا مريم. مثال بالارقام نتعلم ونشوف. في 110 اي دي انكوربريشن شركه اسمها اي دي سولد 5000 اوف اي مارشندايز باع بضاعه كام؟ 5000 تو كاستمر لعميل سبجكت تو كاش ديسكاونت اوف. والكاش ديسكاونت بالمنظر ده 1 على 10 ان 30 يبقى 5000 ال 1% منهم كام؟ 50. اوكي. قال لك اي دي يوزز بريودك ميثود تو اكاونت الانفنتوري وبيحسبوا الانفنتوري بريودك. مش فارق معانا الموضوع دلوقتي لما ناخد الانفنتوري هنعرف يعني ايه كلمه بريودك. قال لك احسب لي بقى مرة لو جروس ميثود ومرة حلو الكلام. الجروس ميثود القيد بتاعها بالجروس، والجروس ميثود بتفترض اني شايف الراجل مش هيجي بدري. او السؤال اللي انا هقوله الاول هو انا اشتغل جروس ولا نت؟ المحاسبة سامحة بالاثنين. في سياسة هنا للشركة لازم تقول سياسة الشركة جروس ولا نت؟ قال لك والله شوف لو العملاء بتوعك بياخدوا حد السماح بتاعهم يبقى تشتغل جروس، يبقى من رواب قيودك نازله باللي هتقبضه. لو كل العملاء بيجوا بدري ويدفعوا بدري خلاص اشتغل نت. واضحه؟ طب دي محاسبتها ازاي؟ قال لك خلاص عادي بيلت اكونتس ريسيفبل. يعني ايه اكونتس ريسيفبل؟ حساب العميل نفسه. كريدت سيلز ريفيو. صح الكلام؟ النت مثلا هنا كام؟ هنا بكام؟ نفس القيم، كانس ريسيفبل، سيلز ريفيو، كده هو هو ولكن اختلفنا في القيم. مطلوب نعمل ايه في الطريقتين دلوقتي؟ نجيب الراجل يقول لا بس انا اديته الفاتوره ومشي. يوم ما اديت له الفاتوره وخد فلوس وخد بضاعته وحاجته سجلت عليه بطريقه خمسه وسجلت عليه بطريقه خمسه الا 50. حلو الكلام؟ في عندي سيناريو من اثنين، يا يجي بدري هنا يا يجي في ميعاده. يجي بدري هنا يجي في ميعاده. طيب الراجل ده هنفترض انه بيوم 19، احنا كنا يوم 10. بيوم 19 ده معناه ايه؟ يحق له انهي خصم؟ كاش ديسكاونت. الكاش ديسكاونت. تمام. هنشوف لما كنا شغالين جروس ميثود هناخد منه ال 8. ما هو كده الراجل جاي يدفع 98 او يدفع 4950 بقى في مسنه. ونشوف لو كنا شغالين نت ميثود بنعمل ايه؟ المفروض 9 مش 19.
احنا بقينا 10 مدير. احنا بقينا 10؟ اه ماشي. هو جه 19 هقعد كمان ابد 450 لانه جبل ده في الجروس ليست. بس حسابه كان فيه كام؟ 5. فرق 50، ال 50 دي بتحطها ايه؟ 50 بس خلاص. طيب لو كنا شغالين نت اوريدي كنا حاطين عليه كام؟ 450 هم اللي هناخدهم. في النت كان الراجل عليه كام؟ 450. جه بدري ودفعهم فقفلت ده خلاص، حصلت العمر. صح الكلام؟ لكن الطريقه دي هي اللي فيها مشكله، ان انا حاطط عليه 5 وهو جه بدري دفعنا 450 فخدنا الفرق الديسكاونت. حلو الكلام؟ طب العكس بقى، لو جه في النت دفع متاخر. اه لو جه بقى يوم 31 مايو ها؟ يبقى الطريقه الاولانيه هي اللي هتبقى السليمه. كاش 5 وقفلنا 5. طيب هنا هقبض 5 رغم اني حاطط عليه 450. تيجي ال 50 بقى الفرق المره دي كريدت، فبنقول عليه سيلز ديسكاونت فور فيتي، خصم غير مستجاب. يعني برجع الخصم اللي هو العميل اللي انا من الاول مديهوله، تقول لي مديهوله ليه؟ احنا من الاول قلت 450 تمام، مديله الخصم هو ما سالوش فرجع. بس بعد الخدمه الخصم اه بس الخصم دي الطريقتين بهدوء كده. فيها مشاكل؟ لا. لو فيها مشاكل عادي حضرتك. اوكي قول لي اوكي. طب ايه ليه سيلز ديسكاونت؟ المفروض كاش ديسكاونت. كويس ما خدش فلوس. ما خدش فلوس. مظبوط. بتنزل ديسكاونت من السيلز. ما هي المفروض انها كاش ديسكاونت من الجيم. مظبوط مظبوط. بس ده على اساس ان انا حط جوه الفاتوره. الشرط ده انا كاتبه جوه الفاتوره في معالج هذه المعالجه. لانه شرط مكتوب جوه الفاتوره. مش تفاوضي. ده من ضمن شروط البيع. تخيل وانت بتطلع فلوسك اداك الفلوس وقتي 4950 كنت هتقول بيع بكام؟ ب 4950 فكده البيع يظهر عندك 5000 وخصم 50 يطلع بالصح. لانه نصا جوه الفاتوره. ماشي يا مدير؟ يعني لو منصوص عليه جوه الفاتوره طبعا. ما هو احنا قلنا بقى ايه؟ الناس الاجانب بيحطوا الشرط ده راح فين؟ جوه الفاتوره. راح فين؟ اهو بيحط ده جوه الفاتوره. اهي دي مثلا حاجه انتم ممكن تنقحوها في الشركه. انها تتضاف في الفواتير للناس. في مش كل الشركات جوه الفاتوره؟ بس في شركات عندنا طيب ماشي. يعني بصرف النظر يعني اقصد يعني هل الفواتير بيطلع عليها في حاله سداد العميل في خلال قد كده ياخد خصم قد كده؟ وهي اللي هتشرح طاقه هي دي غير السيستم نفسه بتاع المبيعات في الفروع موجود عليه المعادله طيب بتاع الخصم تمام. بس هو لو سدد في الميعاد ده اوتوماتيك بيحسب له الخصم بياخد القيد. بس احنا النهارده فهمنا اشوفها احنا النهارده فهمنا السيستم بيعمل ايه؟ صح؟ الاجر في نهايه الشهر 75 خصم النقده هو ده تمام ده تمام. بس انتوا ايه؟ مشرحينه لكل فئه ولكل قيمه. حلو حلو يبقى كده تمام. الله ينور احنا شغالين حتى في الكاش نفس اللي احنا بس تمام فهمنا احنا كده بنعمل ليه. ده مش استثناء لا ده قاعده. احنا فاهمين كده ان شغلنا ماشي ايه؟ مظبوط كده. وفهمنا ليه؟ وفهمنا ان الفتره دي اللي بنتنازل فيها عن الفرق والفتره دي خلاص لا بناخد المبلغ كامل والسيستم طبيعي مستوعب الكلام ده وبياخد القيد. بس احنا عرفنا السيستم هو بيحصل بياخد قيد شكله ايه؟ في الجروس ميثود وفي النت ميثود صح؟ عرفنا ايه اللي بيجري ورا الشاشه تمام؟ لما يجي لي سيلز ريتيرن ده خير سهل قوي. ديبت سيلز ريتيرن كريدت اكونت ريسيفر اه قيد البيع بيتقلب. قصة سهلة أوي يعني. Uncollectable account receivable هي دي المشكلة بقى. الراجل يجي في أول 10 أيام يدفع مفيش مشكلة. يقعد لحد ال 30 يوم ويجي يدفع مفيش مشكلة. بعد كده الفرق قصة خصم. الراجل ما جاش بقى Uncollectable بقى إيه؟ Uncollectable. انا عديت صفحه ولا ايه؟ اه بقى Uncollectable account receivable.
بقت حسابات ريسيفبل غير محصله جه معادها وما جاتش، هنا تبدا ايه بالبلدي كده الفار يلعب في عينك. هو ايه الحكايه؟ الراجل ده هيجيبه ولا مش هيجيبه؟ والتاخير اللي هو اتاخره ده، طب انا المفروض اعمل ايه عشان الراجل ده لو ما جابش الفلوس مين اللي هيقفل الحساب ده؟ هنعمل مخصص بيسموه بالانجليزي بروفيجنال او الاونس. نعمل ايه؟ هنشتغل بحاجه اسمها الاونس ميثود، طريقه الاونس اللي هو البروفيجن كده واحد وكلنا حافظينه، هو بالعربي وبعدين هو بالانجليزي. من حساب مصروف ديون مشكوك في تحصيلها الى حساب مخصص ديون مشكوك في تحصيلها. ديت باد ديت، باد ديت يعني باد يعني وحش، ديت دين، دين سيء يعني مشكوك في تحصيله، اكسبنس باد ديت اكسبنس. طب لما يجي يسدد الفلوس ماشي نصبر بس، طيب واحده 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 عملت له صرفت على نفسي مصروف اللي هو الرقم اللي هنا من حساب مصروف مخصص ديون مشكوك في تحصيلها لحساب الالاونس اوف داوتفول، داوتفول يعني مشكوك فيه، الاونس مخصص فور داوتفول اكونتس، الحسابات مشكوك في ايه؟ يبقى من حساب المصروف لحساب الايه؟ المخصص. دقيق ثابت في اي مخصص، المصروف هنا عملاء مشكوك في تحصيلهم، المخصص مخصص عملاء مشكوك في تحصيلهم. باد ديت الاونس، حلو الكلام؟ بكام؟ هذه اللعبه. هحتط قد ايه؟ ما انا رميت عملاء وبعت بالاجل ب 100 مليون. 70 مليون اتحصلوا. في 30 مليون لسه ورق معايا ومش عارف المهم. يا ترى من المخصص بكام؟ نسبة 30 على 70 30 على 100 يعني نسبة. انا بايع ب 100 مليون اجل. ماشي. 70 جم خلاص. اللي ليا كله بره 30 مليون. مخصص. اعمل مخصص بكام بقى في ال 30 مليون؟ هي دي اللعبه وده اللي هنتعلمه دلوقتي. على اي اساس بعمل مخصص؟ ب 10 ب 20 بال 30 كلهم ب 5 ب 15 ب 17 اللعبه جت هنا بقى. ما القيد سهل عرفناه بس بكام؟ عشان كده في القيد انا عملت ايه؟ ملخبطين الدنيا. لان هنا هو ده الجيم، هاخد قيد بكام؟ يا ترى هحتاط بكام؟ هل هحتاط باكتر من 30؟ هنعرف دلوقتي نحسبها ازاي؟ هنتكلم عن المبدا، هنعرف ازاي؟ هنعرف دلوقتي، هنعرف هنعرف، بس اللي انا اقصده ان انا ايه؟ لازم احتاط واعمل قيد ايه؟ ده باد ديت اكسبنس كريت الاونس. حلو الكلام؟ طب لو جه الراجل دفع قلنا مفيش مشكلة، ما دفعش قلنا بنعمل القيد ده وتأكدنا ان الراجل ده مش هيدفع، يبقى لازم حساب الرسالة بتاعه هيدفع. مين اللي هيدفع له؟ المخصص. المخصص ده اللي جه منين؟ من المصروف اللي احنا عملناه. باد اكسبنس كريدت المخصص، المخصص كريدت اهو. ملاحظين انه كريدت يعني التزام عليا؟ التزام عليا. بقيت انا اللي مديون للشركه، انا كشركه مديون ليا كشركه بدل العميل الجزء اللي انا شاكك في تحصيله. ما جاش العميل وتاكدنا انه مش هيدفع، رحنا واخدين القيد، خدنا من المخصص وقفلنا حساب الراجل، المخصص مش هيدفع، فلس ولا قفل ولا مات ومش لاقيين حد يرد عليه ويجيب لنا الفلوس اللي كانت موجوده. حلو الكلام؟ لحد كده صعب؟ فاضل لنا نقطه واحده بس. الفيديو الاولاني اللي هو ده بكام احسب له فلوسه؟ لان ده سهل. ده 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 ده, ده رقمه معروف. عارف الرقم ده ايه؟ كل اللي على الراجل ده هو اللي هناخده من المخصص. لكن اكون المخصص ازاي بقى هنا في القيد الاولاني؟ هنا بكام؟ ما ممكن اعمل مخصص ب 10 واقفل الراجل الحساب ب 15 والمخصص يقلب مفيش مشكله، بس انا يوم ما اجي اقفل حساب الراجل هقفله باللي فيه. لكن لما يبقى الراجل عليه فلوس وانا حابب انا بقى اعمل مخصص، ها؟ مش مضمون الربح بايه؟ هنشوف بقى. لا هنشوف بقى قضيتي ان انا احسب الراجل، انا بعمل مخصص بحتاط ب 10 مليون من ال 30 اللي ما جوش دول. جم الناس ب 7 مليون اتاكد ان هم مش جايين، هم واخد السبعه دول من ال 10 صح؟ او جم ناس ب 12 هم واخد ال 12 من ال 10، يبقى المخصص ايه؟ قلب مش مشكله.
من الاونس للاكونتس ريسيفبل انا كده بعمل حساب ايه؟ بيسموه في اللغه العربيه اعدام دين. لا انا كده بعدين بعدين خلاص ما بقاش موجود لان العربيه اللي اتقفل اهو مش الريسيفبل ديبت حطيتها كريدت انا كده عدمت الدين خلاص ما بقاش الراجل عليه حاجه مفيش امل ان خلاص وقفلناه. حلو الكلام؟ كلمه اعدام دين دي بقى هي الكلمه دي لو سمحت بعد اذن حضراتكم ريتم اوف دي شايف كلمه ريتم اوف دي هي دي معناها اعدام دين. حلو الكلام؟ طب لو انا اعدمت الدين وجي الراجل بعد كده فاق وجاب الفلوس ماشي ما احنا ماشيين واحده واحده انت حاسس ان انا واخد الموضوع بالراحه واحده واحده جه الراجل ظهر معاه فلوس وجه ايه يا جماعه انا هدفع اللي عليا هو معمل ايه فاكرين القده لا ده هو اللي انا كنت عادم بيه برد الاعدام بكل الفلوس اللي كانت هنا لا لو الراجل هيجي يسد الفلوس كلها يبقى بقلبه بايه الفلوس طب لو هيجي بس يسد 50 ومتشكلين وملناش حاجه تاني دخلنا مع المحكمه في قص الغرب وباعوا المصنع وباعوا المحل وباعوا الاراضي وباعوا الاصول وفي الاخر ايه فرقوا على الديانه فطلع حصتنا كان عليه من 10 جالي 4 اهو معاك سقيم من ده بايه باربعه عشان ارجعه عليها 4 وارجع للمخصص الاربعه اللي كنت خدتهم انا كنت خدت من المخصص ال10 كلهم ارجع للمخصص الاربعه ويبقى الراجل عليه 4 واقبضهم بقى واقوم قافل الاربعه تاني انا هنا اعدمت العشرة مع الراجل جه الراجل دفع او لما باعوا بقى وعملوا التفليسه جالنا 4 فبقوم برجع قيد الاعدام برجعه تاني بحيي الاربعة العشرة اللي عدمتهم بحيي منهم 4 ابتدي عكسي باربعة فرجع الراجل بقى عليه في الحساب اهو تاني فلوس بعد ما كان صفر بقى عليه هنا 4 بحصلهم بقى وانا بقبض فلوسي الاربعة سواء الراجل اللي جاي جايبهم او المحكمه اللي جايبها مالناش دعوه جايين ازاي المهم فاهمين المعادله المحاسبيه لما يجوا هيتعملوا ازاي اتفضل فاعتقد كده انها كلير وواضحه سوري ان انا لا يا فندم انت نورتنا نص دقيقه حضراتكم نص دقيقه لا يا فندم تؤمر نص دقيقه بعد اذنكم يا شباب انا هوقف التسجيل خلاص يبقى عرفنا هنا لو الراجل هي سد جزء او جالنا جزء باي شكل فخلاص هنرد على قد اللي جه بس هنرد قيد الرايت اوف الاعدام بقدر القيمه اللي جايه ونحصلها كاش وعلى فكره ممكن احيانا في بعض الاحيان الكاش ده ما يبقاش كاش ممكن دي تبقى عربيه ممكن ناخدها اسد على حسب بقى السداد جالنا شكله ايه فاهمين يعني ممكن يجي كاش يعني الكاش ده مش قانونه ان لازم يجيب لي فلوس وفلوس ممكن اخدها بضاعه يبقى انفنتوري صح كده يبقى ممكن حاجات كتير قوي يعني يبقى فيكسد اسيت يبقى انفنتوري يبقى انفستمنت اسهم يتنزلون معانا ايا كان بقى خلاص وصلت الفكره يعني مش شرط كاش جينا للنقطه الحساسه استميت اتبدد فاكرين القيد الاولاني بتاع المخصص بكام؟ هنحتاط بكام ال 30 مليون اللي بره دول؟ فاكرين هو ده السؤال المهم؟ هو هي دي القصه كلها. تتصرف كيف يا عبد الرحيم؟ يا ترى نعتمد ازاي؟ قال لك بسيطه قوي. عندنا طريقتين. طريقه اسمها كريدت سيلز ميثود وطريقه اسمها اكونتس ريسيفبل ميثود. يعني طريقه هيبقى المرجع بتاعي فيها الكريدت سيلز يعني البيع الاجل رقم البيع الاجل اللي هو ال 10 مليون. أو الطريقة التانية إن اعتمد على الرقم الريسيفبل اللي فاضل اللي هو ال 3 مليون. أنا بايع أجل ب 10 حصلت 7 يبقى فاضل لي في الريسيفبل كام؟ 3 يبقى يا هبدأ أشتغل على الثلاثة أو ال 10 يا هبدأ أشتغل على 10 طب أشتغل على الثلاثة ولا 10 سياسة شركة لازم الشركة تكون محددة أسلوبها في هذا التعامل. نعمل إيه؟ كريدت سيلز ميثود الكريدت سيلز ميثود انا مش عايز اقولها كلام انا اشوف فلو مش عايز اقرا الكلام ده ممكن نفهم مع الارقام احسن بيقول لك بيزد اون بيز داتا في داتا جت من رينكو انك شركه اسمها رينكو هاز ديتيرمايند ذات الباد ديت لوس افريج
1.25% اسميت كريدت سيلز. شركه بترجع للهيستوري سواء هشتغل على الريسيفبل اللي هي 3 او اشتغل على الكريدت سيلز اللي هو 10، الشركه بتعمل ايه يا اساتذه؟ ترجع تشوف التاريخ الهيستوري بيقول ايه. فالشركه دي لما رجعت للتاريخ لقت انها في الغالب بيضيع منها 1.5 واحد في سنه ثانيه، 1.25 في سنه، 1.90% 9.9 يعني في سنه. عملت افريج لاخر 4-5 سنين، رجعوا للهيستوري فوصلوا ان هم 1.25. خلاص بقى عندهم ايه؟ جايد اهو مرشد ان احنا عندنا تقريبا عشان اسمه استميتد، راح فين الكلمه؟ ارجع اجيبها اهي، استميتد التقديري، ما حدش بيقول ايه اللي هيدفع ولا ما هيدفعش، صح الكلام؟ فالشركه ديت لما عملت الاستادي طلع ان عندها 1.25 من الكريدت سيلز، يعني كل ما بتبيع بالاجل 1.25 من مبيعاتها ما بيجيش، اتعودت على كده. وده رقم استميتد ورقم افريج مش رقم قاطع، ممكن يحصل اكتر من كده شويه او اقل من كده شويه، لان طبعا ده استميتد. ماشي. ديورنج سنه 1909 اكس رانكو ريبورتد 2 مليون اوف سيلز، باعوا ب 2 مليون كريدت. يعني هو مخصص بكام؟ 1.25 حلو قوي. اوف ويتش ال 2 مليون دول سيلز. قال لك كان منهم 250,000 كاش سيلز. انا شغال على الكريدت صح كده؟ يبقى 1,750,000. حلو الكلام؟ يبقى انا عندي 2 مليون عشان منها يطلع النت كريدت سيلز في 1.25 يديني المخصص بتاعي. فحد فاكر القيد ده كان ايه؟ بقدم بيت المخصص. الله حلو كده بس خلاص. بس خلاص. ده بيتعمل في اول السنه ولا في اخرها؟ في اخرها. بتعمل ادجستبل يعني القيد بيتعدل. عشان كده اثناء السنه وانا بعدل لو الحساب قلب مني ما ببصلوش. يعني واحد يقول لك احنا عندنا في المخصص كام؟ 40. يقول لك يا خساره ده كنا عايزين نعمل 50. اقول له اقعد من 50 من ال 40. سيب الحساب يقل. سيبه يقل. لان يعني حلو الكلام؟ بس في تركه صغيره قوي. احنا قلنا في طريقتين، واحده كريدت سيلز والثانيه ريسيفر، نت ريسيفر. احنا لاحظنا ايه هنا؟ اللي طلع هو اللي خدنا بالقيد 21,875. القيد هنا بكام؟ 21,875. في صعوبة؟ ده شغل ستريت فورورد ده. اللي طلع عملنا ليه يا رجالة؟ هو القيمة اللي نزلت في القيد. القيمة، أنا بتكلم على القيمة، القيمة مش هتتغير. القيمة اللي نزلت في القيد هي اللي طلعت في الحسبة الكالكوليشن اللي طلعت معانا في أنهي ميثود؟ كريدت سيلز ميثود. طب في الريسيفابل؟ هنرجع برضو نشوف اللي ما كانش بيتحصل في السنين اللي فاتت نسبته قد ايه من الريسيفبل بقى، مش نسبته قد ايه من الكريدت سيلز. حلو الكلام؟ فهنلاقي حبش اقرا الكلام ده صح؟ مش فهمنا احسن مع الارقام؟ قال لك اهو شركه عندها بالانس الاونس فور دوس في الاكونتس شود بي 2.5% من الاكونتس ريسيفبل. التاريخ قال لها ايه؟ كل سنة في آخر السنة عندك ريسيفبل احتض ب 2.5%، جابوا من ال 2.5% دي اكسبيرينس الخبرة بتاعتنا الهيستوري القديم بتاعنا. معايا يا أستاذ أحمد؟ قوم اطمن على فلوسك. الأكونتس ريسيفبل كان ليا بره كام؟ 150. بص معايا هنا يا صغير، بص ولا مش شايف سبوره؟ لا ما مش جايبه معايا. 150. اند الالاونس كان كريدت بكام؟ 251. ايه اللي جاب الالاونس هنا؟ مش انا اوريدي عندي حساب الاونس وبعمل الالاونس بتاع السنه الجديده. بس في الطريقه اللي فاتت ما جبناش سيرته خالص. اللعبه في الفرق بين الطريقتين واتقل معايا عشان تبقى صنايع. انا هناك جبت الكريدت سيلز ضربته في 1.25 وخدت القيد ولا كاني من هنا، عامل زي القطر بدوس اللي يجي في وشي. لكن هنا انا بعمل مخصص على نسبه من الايه؟ الريسيفر. حلو الكلام. النسبه بتاعتي 2.5 من ايه؟ من الريسيفر اللي هي 191,000. طب حساب الالاونس فيه فلوس ولا ما فيهوش؟ وانا جيت اخر السنه ما انا كان فيه فلوس اولها واعدمت منه ففيه او ما اعدمتش ففيه. فلقيت عندي كام؟
يبقى هنا انا ما احتجتش الكريدت سيلز بس زي هناك، انا هناك احتجت الكريدت سيلز والنسبه، لكن انا احتجت ايه؟ النت ريسيفبل اللي هي الطريقه والنسبه والالاونس عندي كام؟ من 91000 في 2.5% طلع كام؟ ال 4775 ده الالاونس جديد. بص بقى الفاكرين القيد اللي فات اللي طلع الرقم اللي طلع معانا طلع ايه؟ طلع القيد، رقم القيد صح؟ لكن هنا ده الهدف ديزايرد الاونس بالانس، ده الهدف اللي المفروض اخلي الالاونس يوصل له. يعني انا المفروض اخلي الالاونس عندي كام؟ 4775. انا عندي كام؟ 1250. تاخد قيد بكام؟ في طريقه الكريدت سيت اللي بيطلع هو القيد، في طريقه الريسيفبل اللي بيطلع اللي بوصل له بالالاونس بتاعي في الكريدت سيلز 875 اللي كانت طلعت معانا. الهدف بتاعي اللي طلع حطيت القيد. طب واللي انا عملته في القيد ده الالاونس كان فيه كام؟ ماليش دعوه، ده اللي يخش على ده صح؟ ما بحتاجش الالاونس في حاجه هنا. النت ريسيفبل اللي انا 90 عندي 2.5 طلع 4775. اخد منه القيد؟ لا اخد منه بس. طب وانا عندي كام؟ عندي دول يبقى اخد قيد بكام؟ طب لو قلب ب 1000 كان عندي 10 اعداد 11 قلب ب 1000 يبقى القيد ساعتها يبقى بكام؟ ب 5000. طب ليه؟ نعم ليه؟ هو ده قال لك هو دايما لا باخد هنا لا في الاثنين رجعت في الهيستوري بس انا هنا هناك كنت شغال على الكريدت سيلز. السيلز طول عمره حساب بتاع نفس السنه بيع سنوي، خدنا البي ان دي ال وخدنا البالانس شيت وقلنا الفرق ما بينهم. كل اللي في البي ان دي ال اول السنه بيبدا بصفر وينتهي اخر السنه بيقفل صح؟ لكن اللي في الميزانيه مستمر معاه العمر كله. فانا لما اشتغلت على الكريدت سيلز ايه الارقام اللي عندي؟ سيلز السنه اللي هو كان 2 مليون باين ولا في المثال اللي فات صح؟ طلعنا منه الكاش واشتغلنا على الباقي اللي طلع خدنا القيد اللي يخص السنه دي. فجبنا المخصص بتاع السنه دي. تقول لي طب والبيع اللي قبليه؟ انا بقول لك انا اللي قبليه واخد المخصص بتاعه برضه. حتى لو استهلكت انا بالسنه حلو كل سنه باخد قيد على البيع الجديد. لكن هنا في السيناريو دي اللي فضلوا عندي دول اللي ما اتحصلوش 191 دول هم دول بيع السنه دي؟ ده رصيد الرساله سواء السنه دي ولا السنه اللي فاتت ولا السنه اللي قبلها بس انا احتضت بقى شفت فلوسي اللي بره اللي هم 191000 اتعودت بالخبره ان هو 2.5% منهم ما بيجوش حسبت عليهم 2.5% فطلع 4775. ده اللي انا محتاج احتاط بيه. ده اللي انت محتاج تحتاط بيه. لا قدر الله ما بحبش اقول المثال ده. لو لا قدر الله واحد جاله مصروف المال. مصروف المال. ومعاه 1000 جنيه في البيت. والمصروف ده جه 5000. حلو؟ واحد رايح يشتري عربية جديدة، خلي المثال شكله حلو. وهتروح تسجلها في المرور. تكاليفه البتاع 5000 جنيه. فأنت عايز تحتاط، فحسبت نسبة ثمن العربية والتكاليف طلع 5000، وأنت معاك 1000 في البيت. يبقى أنت رايح تتصرف في كام؟ عشان يبقى في النهاية أنت رايح المرور في جيبك كام؟ لكن حاجة عاملة زي ضريبة المبيعات، 10% من المبيعات، معاكش معاكش هم 10% من رقم البيع تبعك. فاهم الفكرة؟ فاهم الفكرة؟ فهنا الفرق بين الطريقتين كلمة سهلة جدا، إن أنا هنا الكريدت سيلز خد القيد بالنتيجة. حلو؟ بص بص بقي هيقول لي الكلام في الكريدت سيلز ميثود خد القيد بالنتيجة. في النت ريسيفبل وأحيانا بيسموها الإيدجينج ريسيفبل ها؟ النتيجه باخد قيد باللي وصل لي للنتيجه. انا هنا اخد قيد باللي وصل لي للنتيجه دي. هناك خدت قيد بالنتيجه دي. وسهله قوي عشان ما اتلخبطش. هي مين اللي هرجع للبالانس فيها؟ انا هرجع لبالانس الالاونس بتاع الريسيفبل يبقى اكيد في طريقه الريسيفبل. والكريدت سيلز وش وطير معايا وادي القيد اهو كان ب 3500 كام؟ 5000 بس خلاص. حلو الكلام؟ ما يا استاذ محمد
ما تيجي تقعد قدامنا بيه وتبقى معانا كده طالما زي حالاتي. احمد طبعا خد ورقك معاك. لا لا مش عايز بقى خالص. المخصص ما بيتعملش في الشركات الجديده طبعا يا فندم. المخصص بتاع دي معلومه او شركه اول سنه بتاخد نسبه تقديريه كده بتجتهد فيها برضو لازم تقدر. تقدر على سبيل المثال تقول ايه هذا النوع من النشاط بتاخد مثيل ليه لحد ما يبقى عندك تاريخ تعتمد عليه. ماشي سؤال حلو. لو اول سنه اعمل ايه؟ ما عنديش تاريخ. هو النشاط ده وضعه ايه؟ معايا؟ فاصبح ايه؟ القيد خدناه الرصيد اللي كان في حساب الالاونس كان فيه 1250 خدت عليه 3505 فوصلت ان الرصيد فيه بقى كام في النهايه؟ 4. خلاص وصلت للهدف بتاعي. بعيد الجمله ثاني بعد اذنكم. في حاله الكريدت سيلز النتيجه باخد بها قيد. في حاله النت ريسيفبل او الايدجي النتيجه باخد قيد عشان اوصل لها. باخد قيد عشان اوصل للنتيجه دي. حد تايه مني؟ اعيد تاني يا مدير؟ لا. مش عيب والله انا مش عايز حد يتكسف. لان هقول لك حاجه انت ما فهمتش دي زميلك مش هيفهم اللي جاي وتبقى انت فاهمها العمليه كلها. لكن الهدف ان انا اخرج في الاخر دي اخطر حته في الريسيفبل اللي انا بتكلم فيها دي بكل هدوء. لو سمعت محاضراتي مع الناس الثانيه هتقولي بزعق وبخبط في الحيطه. النقطة دي خطيرة جدا. أقلب. أقلب. شركة عندها ريسيفبل 233,000 ده عندها إيه؟ ريسيفبل. الريسيفبل غير الألاونس، الريسيفبل يعني حسابات العملاء الفلوس اللي لينا بره. في 31 ديسمبر 2000 ويلز يوزز ايدجينج اوف ريسيفبل تو استيميت باد ديت. الشركة دي بتستخدم الإيه؟ ايجين ريسيفر. يعني ايه طريقه الريسيفر؟ مش الكريدت سيلز. يعني النتيجه اللي هتطلع هوصل لها مش هاخد بقى القيد. حلو. فجه قال لي ذا كومباني هاز ديفلوبد هيستوريكال لوس بيرسنت. رجعوا اشتغل على الهيستوريكال الخسائر القديمه فور اكونت كارنت ديو زوز 30 و60 وعملوا قسموها بقى شرايح بالناس عاقله بقى. اللي ديو 30 يوم نسبته قد ايه واللي ديو 60 يوم واللي كريدت اكتر من 60 يوم. المهم جالك ايه؟ الداتا اللي جايه ديت قال لك الالاونس في الوقت ده كان كريدت بكام؟ هو الالاونس او المخصص او البروفيجن كريدت ولا ديبت؟ طول عمره كريدت. خلي بالك لانه كريدت هتكمل عليه لو ديبت هتقلب القيد هيختلف. ماشي كانت دي البيانات. قال لك انا عندي ريسيفر دلوقتي 200,000 النص بتاعها الحاجات الجاريه الحاليه ديو حاليا نص في المية فدي مليون. 1000 مليون ل 30 25 نسبتهم كذا من 31 ل 60. ملاحظين ان كل ما يبعد الدين كل ما الخطر بيبقى. عارفين الكلام ده ايه؟ باست ديو. يعني ايه باست ديو؟ يعني حقه جه ده اللي المفروض احصله دلوقتي باخد نص واللي فات عليه شهر ولسه ما اتحصلش. باست ديو يعني ايه؟ مستحق من شهر تزيد الخطر لان عدى وقت كتير والراجل ما جابش. طب بقى له شهرين لا يبقى النسبه اكبر. كل ما بتزيد المده كل ما الخطر يزيد فانا لازم احتاط اكتر. تك 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 طلعت الحسبه ايه؟ 1500. الشركه دي فعلا سيبها 233,000 امال ده اسمه ايه؟ ايجين اعمار الديون. حلو الكلام؟ وكل عمره ليه خطره وكل عمره ليه نسبته بس. يبقى الرصيد هنا كام؟ ده الالاونس النسبة في الريسيفر. يبقى المفروض عندي طلعت النتيجة كام؟ ده القيد ولا ده اللي المفروض أوصل له؟ لا المفروض أوصل له. أيوه ليه؟ لأن أنا شغال على الريسيفر. شغال على إيه؟ لو باخد النسب دي من السيلز يبقى ده القيد على طول. حلو الكلام. عشان كده أنا عندي 1537 عندي كارنت الاونس بالانس الرصيد دلوقتي فيه 327 خد خد قيد ب 1210 وادي القيد يا جماعة العادي الاكسبنس مع الالاونس ما فيهوش اي حاجه قيد سهل موز لوز جوز الموز. حلو الكلام؟ حلو الكلام؟ فاكر يا استاذ جمال السؤال الحلو اللي انت قلته قبل البريك ليه ناخدوا سيلز ديسكاونت؟ ها؟ قلت لك لانه نازل على الفاتوره وفي الاتفاق. نفترض بقى ان احنا لجأنا لان احنا محتاجين الفلوس واحنا اللي هنقول للعميل تعالى سدد بدري وانا هعمل لك خصم بقى.
اللي احنا قلناه 12 ام 30 ده كان متفق عليه وجوه القصه، لكن المره دي بقى لو واحد عارف فلوس وانا بقول له تعالى هاتها دلوقتي، اللي ادوله خصم ده ادوله ليه؟ في دنيا الفراخ كتكوت بعد 45 يوم بيبقى فرخه صح؟ يبقى بعد 45 يوم لو انا عايز فرخه، لو جيت احصلها النهارده احصلها ايه؟ كتكوت صح؟ وانا بعد 45 يوم ليا فرخه، فالليس الدين النهارده اللي خد كتكوت اهو بعد 45 جنيه يبقى ايه؟ فرخه. يا اما تستنى اصل بعد 45 لا ما فيش عصفور لا، هو القيمه ليها قيمه. كتكوت النهارده هو فرخه بعد 45 يوم، وده اللي احنا بنسميه البريزنت فاليو، القيمه الحاليه. القيمه الحاليه المبلغ بكره 100,000، 83 النهارده. فاهمين القصه؟ لو انا بقى عايز اعمل حاجه اسمها ان استخدم الريسيفبل بتاعتي انها immediate source of cash، تبقى مصدر حسابات العملاء بتاعتي المصدر لإيميديت فورا حالا مصدر للكاش، ده يعمل ايه؟ عارفين القصه اللي احنا كلنا عارفينها اللي اسمها نقطع الورق في البنك والقطع؟ ده كلمه اسمها فاكتشرنج. كلمه اسمها ايه؟ فاكتشرنج. كلمه فاكتشرنج دي يعني بيع الديون. ابيع الدين، ما انا ببيع للبنك الدين واخد 80% وهو يحصل ولا انا احصل ولا ايا كان. ها؟ ابيع شيكات، بنشوفها في الافلام، واحد عايز يذل واحد وهو ليه شيكات عند واحد، يقوم هو راح يشتري الشيكات دي من الواحد عشان يبقى الشيكات عنده عشان هو اللي يذله، بنشوفها احنا كده. في دنيا الشركات كده برضه، بس مش لدرجه مش بهدف الاذلال. انا مزنوق في فلوس وعندي 10 مليون بره، فممكن اروح للبنك اقول له بنك انا مزنوق، يقول لك خلاص هديك 9 وهشتري انا منك الشيكات دي وهروح انا احصلها انا بعد كده واخد ال 10. يبقى انت هتقفل تاخد 9 كاش وتقفل ديون عندك بكام؟ ريسيفبل ب 10. الواحد الفرق ده بقى ايه؟ لا انترست بقى، فوائد. لان جبت الكتكوت النهارده بتاع الفرخه بتاع بكره. ده كده فوائد مني كده. فوائد. تعالى يا فهمان. بص بقى. تعالى يا فهمان. فوائد مدينه غير فوائد سجن. تعالى يا فهمان. فهمان. ليه 10 مليون هيجوا بعد سنه؟ في مشاكل؟ انا عايزهم النهارده. قلت لك خدهم النهارده 9. ما اخدهمش 9. هروح انا للبنك. اديني كارد ب 9. اديني تاكسي. انا ديسكاونت بقى ده انا لسه عارف. طب ممكن تسمعني عشان يعني افهمني بعد الاسم. هروح للبنك اقول له بنك اديني كارد ب 9 مليون. هيقول لي 9 مليون. بعد سنه هتاخدهم مني كام؟ يقول لك 10 في الشهر. يبقى انا عليا ايه؟ 10 قرض ب 9 هدفعه قرض بكام؟ 9 وادفع واحد؟ طيب دي سكه. في سكه ثانيه خالص ليه 10 مليون عند الزباين كاستمرز بتوعي. حلو كده؟ يوم ما احصل للناس دي ال 10 اروح اديهم للبنك ايه؟ ال 10 يبقى الناجح. الفرق ده المليون ده وقف عليا ايه في الاخر؟ يا باشا لسه ليه فايده؟ لا اله الا الله. دي فايده. انت عليك 10 مليون خلاص، انت عامل له عليك 10 مليون والاستاذ بنك. حلو؟ اديني برضه 9 مليون، اداني برضه 9 مليون. انا هرجعهم للاستاذ 10. انا اتكلفت ايه دلوقتي؟ فوائد. مليون ده طلع ايه؟ فايده، صح كده؟ بس. دفعت مليون فايده، هرجع واخد منك الايه؟ ال 10 بسدين ال 10 اسد بيهم القرض ابو 9 والمليون فايد. وانا استفدت صح كده؟ اصبحت انا سيلت لنفسي الفلوس اللي هتيجي بعد سنه تسييلها بالطريقه اللي انا حكيتها دي يغرمني مليون فايد. انجلس ده انا دلوقتي فايد. طب انا بعمل ايه بقى؟ انا هقوم بايع الراجل ده للراجل ده الشيكات هيبقى على محمد غريب زله براحته. حلو الكلام؟ باخد ال 9 وانت هتديني كام دلوقتي؟ ال 9 حساب استاذ احمد غريب عندي بكام؟ 10. هقفل التسعه مع ال 10 الواحد ده اللي ايه؟ فهمنا بقى انه فاهم. بيع بقى الاثنين بقى مع بعض. يبقى فوائد. يبقى المليون اللي انا حصلت بيه ال 10 حصلتهم النهارده كاش ب 9. الفرخه حصلتها كاش كتكوت. والفرق اللي في النص. انت فاهم؟ مش عايزين نطلع واضحه واضحه، مش عايزين نخش المشاكل. برضه مصر، بس انا مصر. انا بتكلم في الحاله اللي انا فيها عشان ما تغرقش.
واصله ولا مش واصله؟ انا بحكي الحدوته دي عشان ايه؟ ان الفايده بس يبقى انها فايده مش فرق، ان الفرق فايده. هل كل المعالجات فايده بس ولا بتتعدى على المصروف في نسبه؟ انا ما حولناش كلام، ما قلتوش احنا بنتكلم على انها فايده بس خلاص. بس طالما ما قلتش في حاجه ثانيه يبقى مش حاجه ثانيه، عشان ما نتوهش لان لسه هقول كلام ثاني. لحد كده واضحه؟ واضحه. يشتغل مع الاثنين وهما بيلعبوا بعض، عارف ان هيجي 10 فراح اختار التسع، ونمر 10 فراح اسد التسع 10، وانا ما اخلص الشيء دماغي واجي الدين. اسمع من ايه فاكر؟ ما احنا مش بنقطع الورق في البنوك كده؟ تديله الفلوس يديك نسبه والباقي ياخد هو؟ اللي بيحصل ده ايه؟ فوائد بالنسبه لي. فوائد عليا. الفرق اللي انا الفرق ما بين اللي بقبضه منك واللي هقفل فيه حسابه هو، خدوا فايده على طول دلوقتي. حلو كده يا جماعه؟ ماشي تمام. ثمن الوقت، لان البنك هو اللي هيستنى سنه على فلوسه. هو اللي شيل الفلوس. يبقى هو اللي ياخد المليون الزياده. وانا خدت فلوسي بدري، يبقى انا ادفع ثمن الوقت اللي هو الفايده، الفايده هي ثمن الوقت. الفايده هي ايه؟ ثمن الوقت. فلوس نايمه في حضن سبب. او في سبب ولا ما في؟ لا اسال سؤال. الفايده دي بتتوصف في الميزانيه تحت المصروف. فايده فايده فايده. فايده دي؟ فايده انترست. ما هو انترست دايما معروف انه انترست بنوك بس. لا 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 انترست في الايضاح اروح اعمل لها افصلها عن فايده القروض. دي فاكتش. حلو كده؟ بس هي ما هياش غير انها فايده. ما هياش حاجه. ديبت انترست. فايده بديله. فايده على ايوه فايده. خلاص؟ واصلين؟ الفاكتشرنج بره بقى في اوروبا وفي امريكا، او في امريكا تحديدا عشان هم دول نصابين، عندهم شركات فاتحه للفاكتشرنج ده. بيع بالاجل، واحنا عندنا ناس كده في الفلاحين. حاجه اسمها حاجه. لا مش ماشي الراجل في الفلاحين، يعني انت عايز تشتري ثلاجه بالقسط، تروح تشتريها بالقسط، تمد على نفسك شيكات، يوم يجي الراجل الغني ده اللي قاعد على جنب يقوم رايح للراجل بتاع الثلاجات واخد الشيكات هو ام 1000 جنيه ويديك 800، انت سلكت بثمن الثلاجه ومش عايز الفايده، انت عايز ثمنها كاش. الفرق ده ثمن انتظارك، فانت مش هتنتظر خدت ثمن ثلاجه. الراجل ده راجل شغال فلوسه، يدفع ال 800 وهو اللي بيحصل من الست دي ايه؟ كل ما يزيد ريسك التحصيل كل ما تاخد فلوسك اقل، كل الكتكوت بتاعك ما يصغر. كل ما الفايده يعني انت لو ليك دين عند عميل كويس، شركه كويسه معروف انها بتدفع، يبقى انت التنازل الفايده هتقل 10%. لكن لو حد تعبان في السوق ومتمرمط هتقول 20 و30 وممكن 50، احيانا تبقى انت بس ادينا اي حاجه وسلمني الفلوس المليله دي. بس هنا في نقطه بقى جوهريه. النقطه الجوهريه دي اسمها ايه؟ طبعا الفاكتشرنج بتعمل له حاجه اسمها ديسكاونتنج. يعني ايه ديسكاونت؟ مش ديسكاونت يعني خصم. ديسكاونتنج يعني معناها ان ال 100 بجيب ال 90 بتاعتها. القيمه الحاليه بتاعتها. او خصم، بس الخصم ده بيبقى في شكل فايده مش خصم في شكل سيلز. واساين اور بريدجي، انا ممكن اقول للبنك اديني مليون وانا عندي سبب ب 10 مليون، يحصل هو من انهي واحده في ال 10؟ اي مليون يجي ياخدها. او اقول له اديني مليون وخد الشيكات اللي بالمليون دي تحديدا اللي على العزب دي، بس هو يحصل من العزب المليون بتاعه وقت ما يجي. هنا في قضيه بقى، هو انا لما البس ده في ده انا مسؤول؟ يعني احمد غريب جه بقى نصب على البنك، ما هو ده الكاستمر وانت البنك، انا اللي نصب عليك ما دفعتش، انا بعت بعتهولك ده بتاعك ورقه معاك شيك. هل انا مسؤول؟ لو احمد ما دفعش انت ترجع لي؟ ما انا اللي بيع لك. ولا انا مش مسؤول؟ حلو، انت قلت انت مش مسؤول والاستاذ قال انت بس خلاص. اتفق الطرفان، العقد بيقول ايه وانا ببيع لك؟ اتفقنا على انا وانت؟ حسب لو اتفقنا ان هو لو ما دفعش ترجع عليا يبقى بيع مع حق الرجوع، او اتفقنا انا ماليش دعوه وده بيع بدون حق الرجوع. طبعا مع حق الرجوع بيبقى الايه؟ الخصم قليل اللي هو الفايده، لكن بدون حق رجوع انت بتلبس لوحدك فتلاقي النسبه تزيد. ما احنا عندنا في الشركه زي ماشي الشركات المرتده احنا اللي بنبقى مسؤولين، مش مختلف. انا بتكلم عن احنا فهمنا المبدا. انا اصل انا بسيت مبدا دلوقتي، انا مش قصد اخش في ترانزاكشن ومش قصد اوقفك، انا بسيت مبدا فعايز افضل في المبدا عشان نمسكه معايا مدير. يبقى زي ما اتفقنا، يا اما يحق لك الرجوع انا ضامن، لو ما دفعلكش تعالى لي. مش بنقف قعدة نعمل كده؟ او واحد نقعد يصلح اثنين. طب لو ما دفعش قول له، يقول لو ما دفعش يبقى نشوف ساعتها، ما صدرش نفسه. لكن انا هنا ها
لو ما جاش تعالى خد مني. ده بيفرق في الايه؟ في السعر. عندي سبلاير ادى بضاعه لموزع ريتيرا. فالريتيرا هيبقى عليه للمورد حسابات عمل، صح كده؟ البضاعه مشيت كده ففي دين جاي كده. فاكتشر ترانسفيري. هنترانسفير بقى ايه؟ السبلاير ده واضح ان ده اللي ادى البضاعه، فده اللي معاه الشيكات او ده اللي معاه الدين. ده اللي هو مين؟ اللي هو كمان في الحاله ده الكاستمر اهو. ماشي الكاستمر اهو. انا ده هو رايح بقى لفاكتشر. اللي هو انت بقى. طرف تاني. يوم ده يديني انا الكاش بتاعي. وانا اديله الاكونتس ريسيفبل اللي على الراجل ده. صح العلاقه كده. يجي بعد كده صاحبنا ده يروح يورد في البنك. صاحبنا ده يروح يورد فين؟ في الفاكتشر ده عند الفاكتشر. حلو الكلام؟ واضح الصوره؟ ماشي. فهمنا القصه؟ في بقى حاجه اسمها نون ريكورس فاكتورنج. يعني ايه نون ريكورس بدون الرجوع؟ هبيع لك الورق اللي شفناه في الرسمه ده وما ترجعليش. احمد غريب دفع لك ما دفعلكش يبقى بصراحه خلاص انا ماليش دعوه. يبقى في نون ريكورس فاكتورنج وفي ايه؟ ويز ريكورس فاكتورنج. النون ريكورس خلاصتها معناها ايه؟ اللي في الرسمه دي ده دفع ما دفعش ماليش دعوه مفيش رجوع في قطع عين. نون ريكورس ما ترجعليش. وفي طريقه ثانيه اللي هي ايه؟ ويز ريكورس اللي هو هيحصل فيها ايه؟ رجوع ليك. اهو فاكتشرنج ويز ريكورس تو بي ريكوجنايز از. ماشي؟ المحاسبه بتختلف. فاكيد بعت حاجه محدش يسلم تاني منين بعت حاجه ولو ده ما دفعش هيجي ياخد مني بقى ايه 9 مليون اللي اداهم لي هو هياخد ياخدهم من 10 بقى مين انا؟ بدل ما كان ياخدهم منه فاصبحت انا ايه؟ اللي مليون بال 10. فهمنا المعنى ايه؟ فهمنا المعنى ايه؟ انا بركز على الكلمات اللي لازم نحفظها. فاكرينهم ولا ايه؟ اجيبهم تاني؟ فاكتشرنج ويز ريكورس ونون ريكورس فاكتشرنج او ويزاوت ريكورس. ماشي خلاص بدون بدون. حلو الكلام. لو فاكتشرنج ويز ريكورس احنا بنلعب عليه دلوقتي على التسعة اللي انا خدتهم منه. لو ويز ريكورس لا لا معاك كان له بس خلاص في نقطه انا بقول الاول طب انا هرجع عليها بس اصبر بس ماشي انت عارف كل حاجه صح. يبقى لو انا ملتزم لو ما ادكش اجي لك يبقى ارجع من الحاله الاولانيه ان انا اللي مستني ان هو يدفع لي عشان ادفع له لان انت لو ما خدتش منه مباشر كده كده انا هدفع لك القرض هو كده دفع لي ما دفعليش بقى انا مش شايل الريسك كمان صح يا صاحبي هذا سيبه ماشي يا احمد ولا بتشايف مع مش بشايف خليك معايا في الحته اللي احنا فيها دي عشان الحته دي دي مهمه جدا حته مهمه جدا انا عارف الحته اللي معاك احلى بس انا الحته دي مهمه هننشر الحلو ولا المهم؟ معايا شباب؟ هنا هنعتبره كايه؟ لو وهناك هنعتبره كايه؟ سيلز اقفل ده في ده خد فلوسك والفرق انترست وخلصنا وطبعا لو خدنا لون هناخد 9 بعد سنه ندفعهم 10 برضه الواحد انترست في الحالتين الفرق هنا القضيه بقى كنت شايل ريسك عليهم ريسك عليا بقى طالما انا واخد اللون واللون ده سكه لوحدها بقى اي نعم انت اللي هتروح تسد اللون نيابه عني بس لو انت ما رحتش انا هدفع بس في جميع الاحوال عشان كده يعالج ويز ريكورس يعالج معالجه الايه؟ اللون الحاله الاولانيه اللي انا حكيتها اديني على ما ده يجيب لك اديك حلو بس هي بقى ايه؟ انت تقول له هات الاول ولو ما ادكش ترجع لي بقى تاخد مني انا لكن وزاره الكورس بدون رجوع عليا انا لاعب يبقى لو ده ما دفعش مين اللي لابس؟ انت انت ما دفعش لكن ويز ريكورس لو احمد ما دفعش انا انا صاحب الريسيفبل انا اللي هلبس حلو الكلام؟ دي الحاله دي في الشغل المالي بتبقى تعتبر برضه اعلى يعني بتعمل خسائر شويه انهي حاله؟ الحاله الثانيه اللي هي ويز ريكورس ويز ريكورس طبعا الريسك لسه عندك وانت هتحتاط له انك تعمل له البروفيجن اللي عملناه من شويه صح؟
لكن لو انا بعت وزودت ريكورس مش هعمل بروفيجن اصلا. بقول لي ليه؟ لان انا خسرت. لا ما عنديش ريسيفر اصلا، انا كده حصلتها، حصلتها مقابل الفايده المادية. ماشي، ده الفايده دي حاجه ثانيه، بس انا حصلتها مش قاعده لي بره مستنيها. ده انا كده ابني نام في عضني. ماشي يا جماعه ولا مش ماشي؟ شوف مثال رقمي على اذنك. نعم؟ مثال رقمي الارقام ال 30 نكتبه احنا مع بعض. نكتب قصه اصلها مفهومه. انا بعت بالاجل ونشوف حضرتك. بص، بعت بالاجل وكان ديبت ريسيفابل كريدت سيز صح؟ بال 10 اللي انا حكيتها نفس اللي كنت بحكي بيه. رحت جاي بايع للبنك، رحت ديبت الفاكتشر اللي هو البنك هنا، خدت منه 9 كريدت ريسيفابل ب 10. ينزل الواحد هنا عندي ديبت انترست اكسبنس، خلصت. ده كده ايه؟ وزاره الريكورس خلاص، خلص الفيلم. انا كده خلصت، روحت بيتنا. طب الفيلم الثاني القيد ده هو 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 هو، حلو. هعمل ايه بقى؟ التسعه اللي اخدهم البنك دول او مال ديبت البنك بتسعه كريدت بتسعه قرض يعني، ويوم ما حصل العشرة او ما حصلهمش كده كده هروح ادفع للبنك ومعايا ديبت اللون بتسعة وديبت انترست واحد كريدت الكاش بتاعك كام؟ هيجي من الكاش ده لو صاحبنا ده دفع بقى حصل وادفع. طب لو ما دفعش هدفع من الكاش بتاعي لانه بقى قرض. مين اللي كان بيسال على قرار القيود؟ وصلت؟ مفهوم؟ بتصير لي كده؟ لا 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 قول لا لا معلش مش عاجبك كلامه، مش عاجبك كلامه عشان تركز معايا بس. كل ما انت هتركز مع الحته الحته صغيره قوي مع الحته صغيره مع مين؟ الكلام بس كتير النهارده مش كتير ولا حاجه. انا ماشي براحه قوي، ده انا لو ماشي بسرعه زي كل مره كان زماني خلصت من ساعه. مش ملاحظين ان انا ماشي تا 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 تا؟ طب اقول لك حاجه حلوه، دي صفحه رقم كام؟ 70. دي كام؟ دي 71. حلو، هم 72 بس. حلو يا عم، وصلت معايا ولا مش معايا؟ طيب الديفرنس بتوين الكاش ريسيف والفيس فاليو، يعني ايه فيس فاليو؟ قيمة الريسيف نفسها الوش يعني، انترست ريفينيو او انترست اكسبنس. عندنا انترست اكسبنس، عندنا هو احنا هنا سميناه بنك لان ما بنشوفش الكلام ده في مصر الجنوب، لكن بره في شركات فاتحه لله وبالذات بتوع المافيا في امريكا. اي ديون ما حدش عارف يحصلها يقول لك حبيب هدي لك برنس خد 50% 60% انا هعرف اجيبهم وبيجيبوهم يبقى نسبه 40%. ما هو نفس طريقه شغل بتوع التجول العقاري وال تحصيل اللي هو بيشتغل نفس الطريقه. محامي المحامي اللي بيحصل؟ لا ده بيبقى تبعه، ده بيبقى تبعه، بيبقى تبعه ويجنيه يدفع له فلوس ويبني يحاول يحصل له. لكن انا بتكلم ان بعت الدين نفسه بعت. ما هو كان في الشركات دي بيبيعوا الدين للبنك وياخدوا الفلوس نفس اللي انت حضرتك شغال. ماشي، انا بتكلم بقى بره البنك، البنك اللي احنا عارفينه ده. لا في امريكا قلت في شركات فاتحه بتاع تحصيل، شركات فاتحه شغل الفاكتشرنج دي وفي الغالب بالمافيا يعني. الاقتصاد الواقع هي عندنا بس الاقتصاد الواقع يعني مش عارف يحصل مصطفى عربيتك كنت هو هيعرف يحصل. مالناش دعوه زي ما انت زي جمال مبارك كده بيشتغل الدين المصري للبنك البريطاني. على فكره هقول لحضرتك حاجه، النقطة ديت مش بتكلم في السياسة ولا ده السياسة، أنا بكلمك إن هو اشترى ديون. على فكرة دي خطوة كويسة جدا، بمعنى أنا مش بتكلم كويسة. عارف ال 10 مليون اللي كانوا على مصر؟ اللي كانوا على مصر عشان الناس تنسى تفهم، لأن في كلام كتير الناس بتشوفه في الإعلام، لا اللي بيحكي فاهم محاسبة ولا اللي قاعد قدامها الصحفي ولا اللي جايب الخبر فاهم محاسبة ولا اللي قاعد في البيت لا مؤاخذة بيسمع فاهم محاسبة. فاللي حصل مصر عليها ديون لأي جهة ما. الديون دي هتتسدد كام؟ 50 10 10
راح هو راح قال لهم قلت لكم عند مصر كام؟ 10 قالوا 10 مليون نسب قال لهم اشتريهم بخمسه ايا كان بقى مين اللي بيخسر هنا؟ هو اللي هناك هو اللي بيخسر فايده هو اللي بيخسر البنك اللي هناك اللي بره الحساب الخاص فراح يدهم تسعه بس هو شاريها بفلوسه الخاصه يا عم مالناش دعوه بس الله يكرمك ما هي بفلوسه هو خالص بفلوسه مش بفلوس مصر ما هي مصر يا حبيبي لو مصر لو معاها فلوسها تروح تسد بيها تروح تسد لكن مصر مديونه لانجلترا هو معاه فلوس راح قال لهم لانجلترا هشتري هتاخدوا فلوس مصر قال لك والله شايفين الحاله الاقتصاديه في مصر تعبانه وشكلنا كده هنتعب معاكم في الدين دي قال لهم طب ما انا اريحكم وبقول انا الدين ده لو هو باع لهم ال 10 بواحد احنا خسرنا كمصر حاجه لا. في جميع الاحوال احنا هندفع 10 هو دفع لهم كام مش مشكلتنا هو وما نصبش هو على البلد هو خد منه وقال له ولما جه ميعاد السحاب من مصر الراجل خد ال 10 10 كان دفع فيها 9 كان دفع فيها 8 كان دفع فيها 7 دفع فيهم واحد هو كده اللي كان بيشتري فيه مصر ويكسب الفرق طبعا يكسب الفرق هو الناس بقى اللي بتسمع فاكره ان جمال مبارك كان بيكسب الفرق ده من مصر لا يعني ال 10 يدفعوا من 7 ويخرج على مصر من 3 الناس مش فاهمه انا مش بقول لو هو بيقدر انا عارف انك بتقول ما هو واضح ان جريت فتحت مباراه انا بقول اكزامبل ما هو زيه بس انا حبيت اوضحه حاله عامه والناس فاهمه ان دي مصيبه وهي في الحقيقه مش مصيبه هو مصيبه على الجنايه طبعا اقول لك حاجه وكم من احداث تظلم الناس على الدوله وتكون الدوله فيها صحراء بس ده ما بس المشهد العام يحيبك واللي يقصر واللي مش فاهم اللي قاعد يتكلم يوصلك انه ال 10 مليار هو دفع فيهم 7 وكسب 3 خد من مصر 3 عشان انا مش عايز اوضح المعلومه ايوه لان لاعب صحفي اللي سرق البتاع صحفي واللي قدامه مذيع فالدنيا هتعمل ايه هلسه طب اقول لك حاجه حلوه فاكرين مصنع الاسمنت اللي اتباع في السخنه اتباع ب 200 مليون وبعد وبعد كام شهر 6 شهور باعوا حته منه حته ب 600 مليون فساد ده مش فساد مين اللي باع مين اللي باع مين اللي باع الشركه الفرنسيه اشترت مصنع اسمنت ب 200 مليون تمام بعد 6 شهور كان من ضمن اصول الشركه دي حته ارض تمام باعوها حته ارض بس ب 600 مليون يرضى ربنا ده؟ يرضى ربنا بص يا مدير بقى يا بتاع المحاسبه يا فاهم الشركة دي بص يا مدير بص يمكن ربنا يقويني و ان شاء الله واقنعك شوية الشركة اللي عندها اصول ب 10 ماشي خليها ب 1000 عشان نقول المثال بالظبط وعليها التزامات ب 800 يبقى الايكوتي حقول يقول لك كام؟ 200 يوم ما تروح تشتري الشركة دي تدفع فيها كام؟ 200 شركة عندها 1000 وعليها 200 تدفع فيها كام؟ الفرنساويين خدوا الشركة حبوا يطوروها لو اصول مش عايزينها وحاجات فراحوا من ال 1000 دي بقوا حته ب 600 المذيع بقى قعدت الصحفي اللي مسك العقد الجديد ده العقد ب 600 ده اللي هو بيع حته من هنا قوم معانا المستندات قوم معانا المستندات كنت اكسر التلفزيون الاولى اللي دافع ثمنه واخد بالك؟ وظبطوا جدا وانا قاعد طب ويا بعد 6 اشهر بقى حته ب 600 يبقى لما اتبعت باللينك كانت نصبايا ولا مش نصبايا؟ لا مش نصبايا من تحت الايكوتي اي شركه تتباع بالايكوتي لو عايز تعرف السرقه دي عايز تخلصها من صاحبها بتاعك وده كام في الميزانيه يا حبيبي شوف مكتوب تحت كام ده مبدئيا سعرها يعني بالهيستوريكال كوست بعد كده بيجيبوا الفير فاليو يعني بس في النهايه تمامها 200 بس انت جواها تملك هو ال 200 مليون دول عندك مليار مليار تبيعوا بقى بضاعة تبيعوا حتة أرض تبيعوا اللي عندك فهي المشكلة لما الواحد بقى فاهم مش سعر مثالي يعني الواحد لما بقى فاهم لما بقول لما يسمع عشان كده المصيبة في مصر الجهل بيخلي الناس كل اللي بيتقال ده بيفتكروا ان هو ده الخبر وهو ده الحقيقة يطلع واحد يقول لك جمال مبارك خد 10 مليون بسبعة ده الراجل حرامي جمال مبارك ده بعيدا للمستثمر بعيدا ال 200 مظبوط يا فندم اما هي ما صبرتش ليه وكانت هتبعت ايه خسرانه وخربانه بص يا خسرانه وخربانه وما بتديرهاش والسبب اللي خلى الدوله تبيع الاصول عدم وجود ذمه وضمير عند المواطن المصري لان يا بيه شوف الناس بتعمل ايه في الخان حما اختي حما اختي كان شغال في شركه ايجيال فاتت ثلاجات ايام ما كانت حكومه
وبعد كده لما اشتغلت اوليمبيك ولا ميتين كده بس بقى فكانوا بيقفلوا الثلاجات السواق بيقفل الثلاجه بلط كان يقول لي انت بتبلط الثلاجه كده تضرب ايدك في الارض كده في التراب تلاقي سيخ البولت طالع في ايدك ليه طالع في ايدك وتبلط قال لي بعد ما خدتها الشركه خطها الخاص جه قال لي الثلاجه بتاخد عودين ونص فانت هتعمل 10 ثلاجات النهارده 25 عود في ايدك هم بتوعك فتوفر التجاره بتاعت راس المال اللي خايفين على فلوسهم والموظف مش عشان على رهبته لكن اللي في الحكومه ما انت راسي ما انت لو دخلت ضربت المدير تختار كم خاص لكن انت بقى مجنون شويه مش كده ولا ايه؟ فالفساد فساد المواطن نفسه فالخصخصه هي اللي خلقت هو النهارده مش ده مردود العائد الاقتصادي اللي على البلد من شركه خسرها مش ماينس طب ما لما نخلي الشركه دي بتاعت جمال ولا بتاعت محمد ولا بتاعت احمد ولا بتاعت غريب ولا بتاعت عصام ولا بتاعت محمد وتدي فالخصخصه لا مشروع جاي في دوله لا يتوافق فيها الضمير مصر فيها هجر حاجه واحده بس لازم الضمير عارف ال 100 جنيه؟ مسكت 100 جنيه قبل كده؟ طب هحكي لك حكايه 100 جنيه واحد ابنه جاب كحك في الشارع فمراته قالت له هنسيب الواد يسقط عايز ايه يا ست انت تعتريني قالت له نديله مدرس عند الاستاذ فلان راح يتفق مع الاستاذ فلان قال له 100 جنيه قال له الحصه ب 100 جنيه قال له وانا مذاكر قال له ما خدها 70 ولا 50 قال له الحصه ب 100 جنيه يا استاذ مش عارف ما تمشي خد ال 100 جنيه والراجل قال لك عمر راح يديله ال 100 جنيه وقال له عايز المدرس خد ال 100 جنيه وراح البيت لا مرات قاعده بتقول له ايه؟ انت فين البدر؟ الشقه غرقانه والمجاري ضرب اجري شوف لنا سباك راح يجيب سباك جه السباك ماسوره الام ماشي صباح عمل كده شغلت فيها 100 جنيه قال لهم 100 جنيه عشان تفهم قال لهم 100 جنيه مش عايز خليه بعدين في المجال قال له خلاص تعالى صلح له ايه؟ المجاري خد ال 100 جنيه روح البيت السباك دخل لقى الواد سخن ومراته بتقول في ايه؟ قالت له الحمار هيموت مننا الواد سخن الدكتور الاستاذ كبير نسيت 100 جنيه نسيت 100 جنيه دفع 100 جنيه طب الدكتور كشف على الواد رجع الواد ها دفع 100 جنيه الدكتور راح البيت لا ما قلت له ايه قبل ما راح البيت هات لنا معاك لحم راح للجزار اديني كيلو لحم قال له 100 جنيه قال له كيلو لحم ب 100 جنيه قال له مش عاجبك امشي وعمل له سكينه كده راح مديله ب 100 جنيه وخد كيلو لحمه وراح لها عارف ايه الجزار ده؟ اللي كان رايح يدي ابنه درس. سلك هذا اقتصاد باين مغلقة. اللي لف ب 100 كان ممكن يلف ب 10. لو الحصة ب 10 جنيه. تدخل والكيلو ب 10 جنيه. والسباك ب 10 جنيه. والدكتور ب 10 جنيه. لكن احنا شعب هات بس صباعك تحت درسي. حطه كده. هاكلك هقرشك فاحنا اللي بهدلنا البلد احنا اللي طماعين كل واحد عايز النهارده بيجيب صنايعي في البيت انا والله العظيم سلكه سالت من المفتاح في البيت فالواد جه قال لي جبت مفتاح كذا ب 25 جنيه قلت له ماشي قال لي 70 جنيه 70 جنيه 45 جنيه شفت السلكه في المفتاح شفت المفتاح مفتاح في اللوحه شاله وحط واحد رابط السلكه كانت سايبه المفتاح ضار قال لي المفتاح سايب غيره حطه وقال لي 25 جنيه المفتاح طب عايز كام يا ابني؟ قال لي 70 جنيه، 75 جنيه انك تفك تعمل كده ومنهم واحده كانت سايبه يعني فك واحده بس وركب بتاعتين بس خلي ده انا النهارده لو جيت تحت صباعي هفرم ابني هيتعب وهدي له الدكتور هفرم فالاقتصاد يعني فين الافهام اللي على المكان؟ احنا اللي ماشيين والله عشان كده دايما خلي السياسه اذا ما شفتش ان انت وحش انا مش هقعد عليك كلمه تعديل اذا ما شفتش ان انت وحش عمر الدنيا ما تتصلح لان انت وحش وانا وحش وده وحش وده وحش طول ما احنا شايفين الحكومه اللي وحشه طب اقول لك حاجه الحكومه ما بتراقبش في الموضوع ما بتراقبش خالص بس احمد غريب هو اللي شغال في الموضوع راجل محترم هروح افحص عربيه نظيفه مش هيطلع لي فيها لقطه الفطس انا محتاج حكومه هنا ارقام ايه اللي راكب على الموقف دلوقتي؟ ضمير انسان كويس جه هو بقى لما راح التامينات لا انا ما عملتلوش الدنيا خرابه وبتاع الشعب كله بيرتشي من بعضه الشعب كله بيخلق حاجه اسمها 1000 جنيه رشوه و2000 جنيه رشوه و500 جنيه رشوه
وباخدهم منك عشان اروح لواحد تاني انا يستغلني ادفع امي. طب ما تيجي نتفق ما نشتغل من غير ما نستغل بعض من غير ما الفلوس تلف، ايه رايك؟ اروح للمرور راجل عشان مصر بمراد الله هيجي عندي في المستشفى اعرف له امه بما يرضي ربنا يعني ايش فيها في مصر ماشي؟ والراجل ده هو بقى يقول لابنه ده المدرس هيدرس لابنه بما يرضي. مفيش حاجه اسمها في الحكومه دي حاجه اسمها ثقافه شعب وضمير امه، مفيش حاجه اسمها كده. والله العظيم الدنيا ما بتكتمل غير بحسن الفضل. الحديث الشريف بقى كان هتكون يولع زفت وطينه وطينه وطران هيطلع لك زفت وطينه وطينه وطران. ما هو هيجي مننا كويس هيطلع لك كويس. ما بينا احنا بنحكم في البناء ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا قيادتهم. مش حديث كده؟ لا انت بانفسهم مش عارف كده حتى يغيروا رئيس الجمهوريه ولا كان في كلمه ثانيه؟ ما بانفسهم. بص بقى الكلام لكن احنا كل حاجه. وكمان الشعب المصري على طول عنده سوء النيه ده. يعني شوف واحد هتجربته ماشي في الشارع مع حد ماشي في قله الادب في الكلب ماشي معاه مفيش حسن نيه. مش مفترض ان انا ممكن يكون زميلها وهي تعبت في الشغل وزمايله قالوا له خد هات وصلها العربيه البيت البنت تعبانه مطوع في الشارع حد يعمل لها حاجه. شعب وحش. احنا شعب سلبي. شعب عايز يقعد من غير ما يشتغل. شعب شاف شركته خسرانه وراح طالب زيادات ويعمل اعتصامات ومعارضات. المطار بينش عندنا والطيارين عايزين يزيدوا. طب ده وقته؟ ده انا شغال في المطار ما تسميش ده وقته؟ ده ما عندناش زباين. ده في عيني دلوقتي الطياره بتتحمل وبتاع الوضع نفر دبي نفر دبي عايزين اي حد يرجع. مفيش الحياه اتحولت الى وده وقت تطلب فيه. يعني انانين رغبه الفرد تعلو وتسمو فوق مصلحه الايه؟ الجماعه. مصلحه الجماعه بتصب علينا كلنا اكيد. لكن انا لما باخد مصلحتي لوحدي واجيب الكهربائي ينهبني وياخد فلوس لوحده هيروح يلاقي مكسوره. يروح للدكتور هينهبه. الدكتور يروح عند مرات الاستاذ بقى اللي شغاله مدرسه تشمطه. صح؟ وبعدين هي واخد بالك؟ كده. تمام؟ فينفع شركه بتنقل اللي جاي منها حته ب 600 وبقى في كمان مليان وما يبقاش فساد. واحد يروح يشتري ده من بره لا يشتري ده من بره عادي جدا. ده كتر خير ده انا بقيت مديون هو بدل ما كنت مديون للغريب. زي في قعده واحد عمال يفرد ويدي فيك بالفلوس اللي عليك راح واحد بقى اتنطر كده ابن عمك ولا حاجه طلع بيقول لك انت بتنطر انت ليك عنده كام؟ 10 خدهم على الوارث لما يجهز عنه وقت ما يجهز معاك هات بس خلاص محدش نطط عليه. فخطوه ايجابيه تحولت الى سلبيه نظرا لعدم الفهم. خطوه ايجابيه وصحيحه محاسبيه مليون في الميه. هم حسبوها حسابيه مش محاسبيه. حسابيه الحاجه ب 200 تبيع منها حته ب 600 ده فساد يا ولاد. يبقى كانت تساوي 1000 ده وهم باعوا له ب 200 فبقى حته ب 600 لسه فاضل الحته بقى ب 400 كمان. محدش فاهم حاجه. محدش فاهم حاجه. انا باشا مع مكاتب استشاريه ومع ناس اخرى. انا عارف والله انا عارف والله ليه سبب. اه يا رجاله هتقلهم 10 اهو هقفل ال 10 مليون اللي عليا وحصل 9 والفرق الواحد ايوه انترست اكسبنس. حلو الكلام؟ حلو؟ جلد كاش كولكتد اكونتس ريسيفبل انترست ريفينيو ده القيد اللي هياخده مين؟ الفاكتشرر اللي هي الشركه اللي بتقوم بعمليه الكلام. احنا ما عندناش نظام الشركه ده في مصر. حلو؟ ماشي؟ كل بنك اه. طب لو انا تابعت جزء من دين معين لبنك والتزامه عليا بعت ديون العزل تحديدا مع شركه من دول او للبنك اشيلها من الريسيفبل العاديه وهتفتح حساب ريسيفبل واحد اسمه اكونت ريسيفبل اساين. يعني بشيل من الريسيفبل العاديه بتاعت الشركه ككل شويه الشيكات اللي على العزل دول في حساب واحد اسمه ايه؟ الشيكات اللي على العزل الاساين. الاساين يعني محدده. محدده. عشان لما البنك حصل له بعد كده خش اقفل دي بس قصه فيهاش اي حاجه. والى هنا لا نوصل الساعه 8:05 الى هنا نوصل لل في اسئله في حاجه صعبه في اللي قلناه النهارده الموضوع نفسه ولا في اسئله ولا نبطل تسجيل؟ لا نبطل تسجيل؟ اه استوب.